شباب على الهوى. شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. وسوالفنا شبابية. سوالف شبابية بخيرة جمعنا، بالحب نلقاكم في سوالف شبابية. سوالف شبابية بخيرة جمعنا، بالحب نلقاكم في سوالف شبابية. سوالف شبابية، سوالف شبابية. على وين؟ على وين؟ يا شباب. شباب على الهوى. شباب على الهوى، كل ما يهمكم يا شباب في شباب على الهوى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثانية وحتى الرابعة عصرا. شباب شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. شباب شباب على الهوى، يلا اكشخ ابتسم على الهوى. Everybody just scream. شباب شباب على الهوى. الظهر اليوم جلال متحمس كثير. مساكم الله بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في هذه الإطلالة الجديدة لبرنامجكم اليومي شباب على الهواء. يسعد الله مساكم مستمعين، وحياكم الله في برنامج شباب على الهواء. راح نكون متواصلين معكم إن شاء الله من الأحد للخميس من الساعة 2 للساعة 4 بإذن الله، نأخذكم مع مجموعة من الفقرات المتنوعة. طبعا مجموعة الفقرات المتنوعة اللي تصحبكم يوميا. كيف أخبارك مشاعر؟ الحمد لله. كيف أمورك؟ تمام. شخبارك أنت؟ طبعا اليوم تبادي بضحكة ومستانسة وفرحانة اتفاجأت وقلال على طول، يعني داخل صفة، يعني بعد ما تكلمنا ما قلنا حاجة، يعني ما قلنا شيء. استغربت ليش التصفيق ليش؟ شوف مرة ثانية. حياكم الله مستمعينا، وهذا التحية نوجه لكم من إذاعة الشباب. وطبعا كل الحين راجع من دوام، خلص دوام على الساعة 2، واللي بيخلص 2 ونص، واللي بيخلص 3، يعني الكل هذا راح نلحق عليهم إن شاء الله يكونوا في السيارة. نتمنى لهم إن شاء الله درب السلامة وين ما رايحين، وخلكم ثابتين عن موجة على في برنامج شباب على الهواء. راح نكون معكم إن شاء الله مستمعينا الكرام من الثانية وحتى الرابعة، محضر لكم كذا فقرات مختلفة منوعة. واليوم شوية عاد موضوع اليوم، موضوع اليوم يهم الكل، اللي موجود في السيارة راح يهمه. عاد أنت هذا البرنامج رياضي وشاد حيلك، أنا إيش بقول اليوم ما أدري. لا لا أكيد، يعني متصلين هم اللي راح يفعل البرنامج بشكل أكبر إن شاء الله. إن شاء الله راح نكون معكم من الثانية وحتى الرابعة. أهم شيء لما تسوقوا ديروا بالكم على حالكم، انتبهوا على أنفسكم، ونذكر دائما مهما كانت زحمة، مهما كانت الاختناقات المرورية، خلك هادي، خلك مرتاح. إن شاء الله راح توصل، سواء تأخرت ربع ساعة 10 دقائق إنها راح توصل. وعلي على إذاعة الشباب والسمع لنا. والظاهر إن قلال خلاص يريد يروح. بالضبط. راح نكون إن شاء الله معكم اليوم في الإعداد، معكم سعيد بن محمد الخروصي، وفي التقديم معكم مشاعل بن سعيد القاسمية، وأيضا يرافقني سعيد بن محمد الخروصي، وفي التنسيق معكم أخوكم سيف بن سعيد الهلالي، وفي الأخراج تحيات أخوكم المبدع جلال بن ربيع الخويطري. هو يزعل شوي. شباب على الهواء. شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء، الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456. وللمشاركة على سؤال فقرة على وين، ارسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر @شباب_راديو_أمان، والإنستغرام شباب on air. شباب شباب على الهوى.
اليوم تحية ما شاء الله من بداية البرنامج، وإن شاء الله نوجه تحية لكل المستمعين الكرام إن شاء الله وين ما كانوا ومين ما راح تكون إن شاء الله وين ما راح تتوجه إن شاء الله. إذن مستمعي الكرام في بداية الحلقة خلينا نذكركم بسؤال حلقة الأمس. طبعا مشاعل وخلفان بالأمس تكلموا عن ولاية الخابورة، ونوجه التحية لكل أهل الخابورة. طبعا سؤال حلقة الأمس، ما هو شعار ولاية الخابورة؟ والإجابة عندك يا مشاعل. الجواب هو الخنجر العماني. طبعا الحين يا عيد ويا أعياد إن شاء الله، يا رب الله يدومها علينا. آمين إن شاء الله. واللبس العماني تلبس خنجر؟ والله مو كثير. يمكن في المناسبات المعروفة يعني، يمكن في الأعراس في الأعياد شوي كذا، يعني ما صار مثل الأول يعني الخنجر. لكن خلونا مستمعين الكرام نشوف الفائزين معنا اليوم. معنا اليوم في عدل، ها اليوم في قسم سيف وغزلان. غزلان ما شاء الله، اسم شوية غريب ها. سيف الفائز الأول معنا، سيف بن سعيد بن حمود اليحمدي. لا لا لا, لا. احنا بالتحية الثانية ما عقبتنا حتى شوف سيف الهلال دخل معنا للسوري ما عقبتنا تحية. أيوة. نوجه التحية للسيف، سواء كان سيف الهلال أو حتى سيف اليحمد نوجه له. أكيد. إذن الفائز الأول معنا سيف بن سعيد بن حمود اليحمدي، ألف مبروك لك يا سيف، 50 ريال عماني. والفائزة الثانية معنا غزلان بنت عبد الله بن محمد السعيدية، ألف مبروك لك يا غزلان، 50 ريال. تستاهل تحية ها؟ تستاهل. وكل اللي حاب يشارك في سؤال اليوم ينتبه لفقرة علاوين ويسمع للفقرة، لأن السؤال والإجابة راح تكون راح يكون منها إن شاء الله. إذن شكرا شكرا، يعني وقت تخجلني من هذه التحية الجميلة، شكرا لك يا جلال. إذن مستمعين الكرام طبعا خلونا نتكلم عن سالفة اليوم. فاصل، نروح نفاصل، ما يحتاج أقول سالفة. إيه نقول السالفة أحسن، نقول السالفة عشان المستمعين يتجهزوا ويحضروا كده أمورهم عشان يخبرونا عن موضوع. طبعا موضوع حلقة اليوم مثل ما غردنا فيها تويتر، لا بعدني ما ركبت السيارة لسه. السيارات الحديثة والسيارات المستعملة والمفاضلة ما بينهم، وين تفضل؟ هل تقتني سيارة جديدة من الوكالة أم تفضل أنك تقتني سيارة مستعملة؟ وعلى حسب يعني مفاضلتك، خبرونا أكثر عن هذا المستمعين الكرام، سواء كان عبر الاتصالات أو حتى تغريداتكم على تويتر. طبعا بدون ذكر نوع السيارة وشو، بس يعني ممكن انك تذكر الدفع الرباعي، فئة الميني، فئة الصالون بهالطريقة. جميل جميل. اذا مستمعين الكرام راح نكون معكم من الثانية وحتى الرابعة فاصل، وبعدهم مكملين معكم ان شاء الله مشوارنا في شباب على الهواء. أهل الفلك قالوا بأن الأرض شكل دائري، أكيد ما به واحد بهالكون يقدر ينكره، إلا أنا رأيي مع رأيك يبيع ويشتري، لو قلت لي ما هي كرة أقول أنا ما هي كرة. أهل الفلك قالوا بأن الأرض شكل دائري، أكيد ما به واحد بهالكون يقدر ينكره، إلا أنا رأيي مع رأيك يبيع ويشتري، لو قلت لي ما هي كرة أقول أنا ما هي كرة. يلي سكنت بناظري واضلع علي من ناظري، انت هدي يا احمد الخالق عليها واشكره، حبك كبير اكبر من احساس الخيال بخاطري، اكبر من اني انكره واكبر من اني اذكره. واهل الفلك قالوا بأن الارض شكل دائري، الفلك قالوا بأن الأرض شكل دائري، أكيد ما
خذني للمريخ أو خذني معك للمشتري، جهزت نفسي للسفر ما باقي إلا التذكرة، رجلي على رجلك وأنا لك بأولي وبآخري، مدام يدي في يدك بمشي وعين مسكرة. خذني للمريخ أو خذني معك للمشتري، جهزت نفسي للسفر ما باقي إلا التذكرة، رجلي على رجلك وأنا لك بأولي وبآخري، مدام يدي في يدك بمشي وعين مسكرة. يلي سكنت بناظري واغلى علي من ناظري، انت هدية احمد الخالق عليها واشكره، حبك كبير اكبر من احساس الخيال بخاطري، اكبر من اني انكره واكبر من اني اذكره، واهل الفلك قالوا بأل الأرض بشكل دائري. شباب على الهوى، على الهوى يا شباب، شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. ظهر ان السياره اليوم ما طعم تشتغل بالله، هر لك يا جلال وحاول مره ثانيه ان شاء الله. قلنا له تليك السياره يا ولد الحلال، بديها اقرب. ما يسمع كلامه. حياكم الله مستمعي الكرام، متواصلين معكم. لا خلاص الظاهر ان اشتغلت وشرى سياره سبورت الحين. حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في شباب على الهواء، وكل اللي حاب يشارك معنا في سالفتنا لليوم، سالفة السيارات الجديدة والسيارات المستعملة والمفاضلة بينهم، وإيش أهم المميزات اللي تحصلها في سيارة جديدة، وكيف تعمل صيانة لسيارتك المستعملة، على الهاتف على 24698151 24698151، ومن خارج السلطنة على 00968 24698218. وعن طريق الرسائل النصية على 90456 وعلى تويتر @شباب راديو أمان. إذن موضوع حلقة اليوم المفاضل ما بين السيارات الجديدة وما بين السيارات المستعملة، وين تفضل؟ طبعا وصلتنا مجموعة من الرسائل، مجموعة من التغريدات اللي تتكلم حول هذا الموضوع، حتى نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله. طبعا على السرعة أهم شيء، الواحد ما يسرع يعني يتمالك أعصابه شوي. أيوة الظاهر إنه خلاص من شرين سيارة رياضية. يا ود الحلال أهمو فيك ذاك طاير أبوي، لا تنسى تراك مع وحدك راكب في السيارة، ترانا نحن 14 راكب. ما شاء الله، هاي باص ما سيارة. الظاهر إنه راح يرحل في باص. الظاهر. إذن مستمعين الكرام، طبعا تختلف الرغبات والإمكانيات، يعني سواء كان في سيارة، في شراء سيارة جديدة أو شراء سيارة مستعملة، وبالتالي يعني حتى في رسالة وصلتنا تقول مدر قولك على قد الحافك، سواء كنت تريد تشتري سيارة، وطبعا الكل الحين محتاج للسيارة في تنقلاته، سواء من العمل أو حتى للطلعات أو حتى للبيت، فالسيارة حاليا يعني أمر صار مهم. أكيد. وطبعا تختلف رغبات الإنسان، يعني في البعض في عنده إمكانية أنه يأخذ سيارة جديدة من الوكالة، أو في البعض ما عنده ذلك الإمكانية الكبيرة أنه يأخذ سيارة جديدة، وبالتالي يكتفي بالسيارة المستعملة. حتى السيارات المستعملة تلقاها جديدة ونظيفة أكيد، وتمشي سنوات طويلة، يعني يعتمد على الشخص كيف يحافظ عليها، كيف يعمل لها صيانة دورية أكيد، وأيضا طريقة استخدامها أكيد. وفي كل سيارة إذا كان سيارة جديدة أو حتى مستعملة في ميزات معينة أو مواصفات معينة أنا هي اللي تقدمني لهذه السيارة، وبالتالي أنا عندي اختياري، يمكن الشخص ما ينظر للسعر وبس بالضبط. يعني السعر ما يكون هو العامل العائق أن نأخذ سيارة جديدة أو حتى سيارة مستعملة، لكن العامل المواصفات اللي موجودة في هذه السيارة، سواء كانت سيارة دفع رباعي أو مثل ما ذكرنا السيارة ميني أو السيارة صالون. وبالتالي الميزات ومميزات في كل سيارة. صحيح الظهر، يعني احنا مرة نتكلم اليوم.
خلاص احنا خلبناها ساحه يعني. اخاف المستمعين يتحمسون زياده ويقعدون يسمعون في الشارع. لا عاد هم الحين في الشارع راجعين للبيوت اهم شيء. ان شاء الله وربطوا حزام الامان اهم شيء. إذن مستمعينا هذا حديثنا عن هذا الموضوع. خلونا ناخذ بعض الرسائل اللي وصلتنا حاليا. في شخص أحمد سعيدي تقريبا يقول يسعد مساكم، شخصيا أفضل السيارة الجديدة ما عشان ريحة الوكالة بس عشان ما أختنق من ريحة الصناعية. الظاهر أن الرجال شوي يتعذب في الصناعية وما بين وداها كم مرة سيارته أكيد. وفي بعض الناس يعني أعرف ناس شخصيا يعني عندهم طبع أنه لازم يروح الصناعية. ليش؟ بس كذا يعني هو يسمع صوت التصليح ويسمع ويروح هذا الدخان وبس كذا يعني عنده هوس انه كل يوم يروح صناعية، وحتى اذا ما يوميا في الاسبوع مرة مرتين، يمكن سيارته صاحية وسيارته جديدة من الوكالة ولكن يفضل انه يروح صناعية. ما اعرف ليش، يمكن السيارة اللي قبل ظهر واحد منهم مخرجنا ها الظاهر. وطبعا تختلف مثل ما قلنا الرغبات. خلونا نروح لتغريداتكم على تويتر. نروح للاتصال، الظاهر ما يريد تغريدات. خلونا نستقبل هذا المتصل ونقول مرحبا، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور والسرور، الحمد لله طيبين، حياك الله معنا. اسعد الله مساكم الاخت مشاعر. الحمد لله بخير، كيف حالك؟ الحمد لله، معكم ابو فيصل قمر الزندبي. حياك الله يا ابو فيصل. الحمد لله، كيف امورك؟ عساك بخير. طيب صراحه. تسلم يا عزيزي. كيف حاليا راجع البيت ان شاء الله؟ لا والله انا في الدوام. في الدوام؟ ايوه. وتسمعنا في الدوام؟ واسمعكم من عند الدوام. لا شيء طيب، هذا شيء طيب. أيه. الحمد لله. كيف الامور ابو فيصل مع السيارات؟ تحب السياره المستعمله ولا السياره الجديده؟ والله سؤالكم محير طبعا. يعني اذا قلت لك تقول لي ليش سؤال محير، اقول لك السياره الجديده زينه والسياره المستعمله زينه. ايوه ترى هو يعتمد على الشخص. ايوه السياره يعني الانسان اللي عنده الامكانيه هو اللي ياخذها. يعني صحيح. اذا عندي امكانيه انا باخذ السياره الجديده، واذا ما عندي امكانيه باخذ السياره القديمه. صحيح. ايوه، لكن الانسان يفضل السياره الجديده. ليش؟ لان بفضل التقنيه وبفضل انها تكون مدتها اطول وغيرها عن الصناعيه والضعيف اللي ذكرتوها قبل قليل. صحيح. لا لا صحيح. أيوة. يعني عشان هذا يمكن هذا السبب انك انت مرتاح، عندك سياره جديده ما محتاج. أيوة. انك تروح تصلح السياره، فيها ضمان يمكن احيانا تمتد لخمس سنوات، وبالتالي انت مرتاح، اي عطل. أيوة. فيها توديها. نعم. للوكاله بفضل التقنيات وهذا الانزام اللي تسوي للوكالات والاشياء والسياره، يعني انت تكون مرتاح. ما يعني ما تدور قرار، هي باش السياره ما تخسر سواء جديده او قديمه. بالضبط. صحيح. اي لكن هذه يعني عمرها اطول، وانها عارفين انها جديده وصيانه وكاله ومن وكاله مطلعينها، يعني تمشيك اطول والعمر اطول. صحيح. لكن السياره القديمه ما تعرف تمشي منها وغالي طاحت، ما تعرف مو فيها، ويلا الجراج مثل يقول كل يوم مستشفيه نفس السياره. ايوه حتى السيارات المستعمله يعني ابو فيصل، يمكن بعض الناس تفضل سياره مستعمله حسب امكانيات، ولكن مثل ما ذكرنا يمكن الميزات اللي انا حصلها في السياره المستعمله ما تكون موجوده في سياره جديده يعني من نوع اخر. يعني من هذا النوع بالسياره المستعمله انا امكانياتي اخذ هذه السياره المستعمله بهذه الصفات وبهذه المواصفات. اكيد اكيد انا ابعد لك الكلام، لان السياره القديمه يعني غير ميزاتها عن السياره الجديده، فضلت الكمبيوتر والاشياء هذه اللي هي في السياره الجديده. صحيح. السياره القديمه الحاجات البسيطه يعني امورها سهله، فهذا الناس يكون تتفضل بعد فيها في السيارات القديمه. ولكن مثل يعني ما ذكرنا يمكن الامكانيات، وبعدين انت لا تنسى السياره الجديده ممكن تاخذها باقساط، وبالتالي انت تمتد لفتره طويله انك تدفع الاقساط، احيانا تمتد لسبع الى ست سنوات يعني. وبالتالي في البعض يفضل انه ياخذ كاش ويخلص نفسه وخلاص السياره موجوده معه. هذا على حسب الامكانيه الانسان معه. صحيح. او حسب الظروف يعني. صحيح. ابو فيصل. ايوه. ناوي تغير سيارتك قدام؟ انا سيارتي جديده. يلا الله يعطيك خير ويكفيك شرها ان شاء الله. عم خلاص. ايوه عندي سيارتي يعني. خلاص احنا بنستلفها عنك نروح مشاويرنا في علوين. تفضلوا بدل ما تشيل السياره. ابو فيصل لك لا شاوح مثل جلال، شوف الحين خلاص ماخذ راحته. تسلم تسلم يا ابو فيصل. شكرا يا ابو فيصل، حياك الله. تختلف الاراء يا سيد. اكيد. ابو خالد الجهور يقول افضل سيارات القديمه كلاسيك. جلال شكله يتعلم سواقه.
احنا لا لا هو عندي الليسن خلاص في في, طيب. في فئه من الشباب يروحون يتعنون يشترون السيارات القديمه الكلاسيك ساعات يعني يحطونها على اساس الطلعات نهايه الاسبوع محد من المشاوير القصيره او انه يوقفها مثلا على الشارع البحري يعني بس كذا عندهم حب للسيارات الكلاسيكية وبعد ياخذ السيارة هذه قديمة موديلات الثمانينات السبعينات وبالتالي يعدلها يضبطها وبشكال حلوة وحتى بعدين يرتفع سعرها تكون يعني أغلى من السيارات القديمة. الظاهر في حد مر علينا ها الحين في مكالمة نقول ألو 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 نعم مساء الخير مساء النور كيف حالك؟ شو الأخبار طيبين؟ الحمد لله من معانا السيارة القديمة والسيارة الجديدة. أي وأنت من اسمك؟ والله كله أنا أشوفه زين لكن أهم شيء يكون موجود السيارة طبعاً في كل شيء. عرفنا عليك. عرفنا عليك في البداية. تعطيك المظهر أيوه. عرفنا عليك في البداية خلنا نعرف اسمك. معك سليمان العارفين. حياك الله سليمان. سليمان دائماً يتصل بس أضيع صوته كذا ساعات يكون هادي يمكن لما يكون في البيت الصوت يتغير لما يكون في الشارع الصوت يتغير. يمكن تغير كذي شوية. حياك سليمان. حياكم الحمد لله مخبركم طيبين الحمد لله طيبين كيف الأمور مع السيارات سليمان؟ والله الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين أهم شيء يكون كل شيء موجود إذا أنت تريد داخل السيارة ويكون تهتم بالسيارة تنظفها وتعطيها سيرفس كامل صحيح تستنى أجي أشغل وأروح وأجي وأتبند عليه السيارة وهالسوالف اللي ما حل يعني حتى أنت لو شريت سيارة مستعملة سابقا ولكن أنت اهتميت فيها والصيانة الدورية والمحافظة عليها بالتالي السيارة راح تكمل معاك بكل الأحوال يعني أهم شيء طبعاً سيارة جديدة ولا قديمة يعني تحصل في ناس يقولها كلها لما يركب الصباح عنده سيارة جديدة جاء وشغل وروح ليش؟ صح يعني لا يتحس على الإطارات لا يتحس على أي شيء يروح أنت ما تعلم يعني سبحان الله الإطار مبين شر حاجة شيء لا يقولك سيارة جديدة خلاص وروح لكن طبعاً هي الفحص الدوري طبعاً للسيارة أنا أشوفه حلو طبعاً القديم ولا الجديد بس حلو لما يكون عندك سيارة يكون قديمة جديدة طبعاً القديمة طبعاً تقضي المشاوير اللي ما تقدر في ناس سيارة الجديدة أقول لك أنا ما أقدر أمشي بس هذه الأماكن خاصة إذا ما أخذ فور ويل اللي عنده دفع رباعي يقول لك لا لا ما يخلص فور ويل روح عند وين ما تريد روح في روح عادي كل شيء في مكان يعني سليمان يعني يمكن سألك يعني إذا واحد إذا الشخص يريد يأخذ سيارة مستعملة إيش أهم صفات او اهم الحاجات اللي يمكن يفحصها في السياره قبل لا ياخذها اهم شيء الجير الماكينه تحس فيها في اي سياره طبعا والله بعمار تشوف سيارات احنا نشوفها في الاسواق اللي يستخدموها الشباب مثلا موديل في الثمانينات في السبعينات أيوة. لكن تستغرب يعني يروح يمشي بس اي مكان يعني وهي موديل قديم قديم لكن ايش اهم شيء الماكينه والسياره هو ما طبعا معتني فيها بالسياره طول حياتي يعني صحيح وبالتالي يعني أهم الحاجات اللي يفحصها في هذا الموضوعين سواء بغض النظر عن شكل السيارة أهم شيء هذا الموضوع إذا كان صحيين خلاص هي قلب السيارة أكيد وأنت يا سليمان التجميل أهم شيء سواء من الداخل ولا من الخارج أهم شيء يكون تجميل في السيارة صحيح وأهم شيء نتمنى لك السلامة يا سليمان دير بالك في الطريق وفحص السيارة بشكل يومي إن شاء الله الله يوفقكم ومتقدم لتقدم في هذا البرنامج الجميل تحية إلى أخينا سيف الهلالي ولا جلال الخويتر وكله شكرا لك على هذا البرنامج الجميل انت والمقدمين معك والله اياه شكرا لك على ذوقك الراقي يا سليمان شكرا لك وعلى تحياتك حياك الله ابو داود وصلتنا تغريدات يقول مبرمج السلطان يقول اشتري سياره جديده فحص احسن لي من سياره توقفني ترفع حرارتها على الدرب لا الظاهر انه هو يعني يمكن الاغلب يعبر عن تجربة مر فيها وبالتالي صارت البعض صار عنده عقدة انه ياخذ سيارة مستعملة او سيارة موديلها قديم بالتالي يعني مثل ما ذكرنا الواحد يقول لك ياخذ سيارة جديدة ولا روح اخذ سيارة مستعملة وكل يوم في الصناعية في ايضا موضوع طبعا ما واضح الاسم كثير اللمكي سعيد يقول لك اهم شيء مد رجولك على قد الحافك ومن هذا المنطلق أشوف سيارة تناسب إمكانياتي جميل يا سعيد يقول لك أيضا في برمج السلطنة اليوم بتفاعل مع الموضوع يقول لك مكس مزيون ولا رينج مديون هذا الظاهر أنه مثل دارك ما بينهم يتكلموا فيه الشباب يقول لك هذا باختصار وأكره شيء عندي سيارة وارد أحسها مزحل والله هو كل شخص ورغباته وأذواقه يعني يمكن شخص ما عنده إمكانية أن يأخذ سيارة خليجية أو من الوكالة وبالتالي إمكانية أنه يأخذ هذه السيارة ندور تقول على حسب الإمكانية وفي الأخير هي وسيلة نقل أكيد
يعني الهدف الأول والأخير من السيارة أنها تكون وسيلة نقل. وسيلة نقل. وبالتالي. حتى في شباب. سعيد في شباب تلاقيهم يعني حتى يمكن تشوفهم أنت في الشارع تلاقيهم عندهم نفس فئة السيارة وما شاء الله الكل متجمع ويوقفون في مكان واحد. يعني يعرضون سياراتهم كلهم نفس الفئة يمكن تختلف الألوان اللي بالدفع الرباعي اللي بالصالون اللي بالميني تلقاها يعني حتى يشكلون مظهر يعني جمالي غريب ويشد وتشدك المواقف اللي مثل هذه من الشباب. أكيد وكثير حصلنا مثل هذه المواقف حتى يمكن في خريف صلاة أذكر شاهدنا سيارات موديلات قديمة ومن نوعية الميني يمكن الشخص يعني اللي سمعونا يمكن تذكر هذا الموقف سيارات صغيرة من نوعية قديمة ترجع لي أول تسعينات كذا على آخر ثمانينات وبألوان وأشكال مختلفة وظاهر أن المتصل اللي جاي عنده تجربة مع السيارات الجديدة أو حتى السيارات المستعملة. خلونا نأخذ هذا المتصل ونقول مرحبا. مرحبا. ألو مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا حياكم الله معنا. أم علي. أيوة شو الأخبار؟ الحمد لله أم علي كيف صحتك؟ والله الحمد لله يوميا اسمع مشاركتكم بس اريد امسك رقم التليفون. احنا سعداء بالصدفه اني انا مسك سعداء احنا بتواصلك معانا يا ام علي. وانا اسعد. من وين لوين يا ام علي؟ والله يوميا امسك خط وراد الحين البيت عشان تعرف. يلا درب السلام ان شاء الله وانتبهي في الدرب ان شاء الله. لا واقفه خلاص. لا لا زين الحمد لله. اهم شيء خبريني كيف امورك مع السيارات. والله حلو انا من نوع احب السيارات بس واركز وامشي في الشارع اركز هاي شو رقمها هذا هاي شو تفضلي موضوع كم سياره جديده ولا قريبه اكيد جديده احلى شيء خاصه حق البنات لان على اساس لما توقف عليهم ما يعرفون يتصرفون. زين الاعتراف. والفروين طبعا احلى على الصغيره. انا عندي اسوار صغيره بس هي يعني كبدايه بس اوكي الحمد لله بس يعني حاطه ميزانيه اخذ لي السيارة الخاصة بعد إن شاء الله. جميل. إن شاء الله. طيب خبرينا أم علي أنت قلتي تفضلين سيارات الدفع الرباعي الفورويل صحيح؟ أيوه. وشو رأيك بالسبورت البنات اللي يسوقون سبورت لايق عليهم رياضية؟ أنا على نفسي يعني أحسها صغيرة يعني وش إنها هذا بس أحب الفورويل أحسها يعني أثقل في الشارع. جميل. وبعد أيوة وين ما تريد تروحي هي صغيره هي خفيفه. انا مره كنت امشي يعني مش في بالي اسرع 180 200 اشوف كل حد يسوي لي فول وشدنا سياره ليش يعني كان الريح يشيلها بعدين انتبه على الداد ما كفى. لا لا انتبهي يا معلم مره ثانيه. لا لا ان شاء الله هو يعني الامور كانت طيبه بس يعني سبحان الله وانتبه يعني الحمد لله انا احس ان مرور الشارع كل حد يعطينا انتباهات إشارة يعني حس الشارع مروره هو كل حد متعاون فيه. صحيح. أي الحمد لله. لا هذا أهم شيء موجود حاليا وإن شاء الله نتمنى لك تأخذ السيارة الجديدة إن شاء الله وعاد لا تنسينا من العشاء. الله يعطيك خير في شرها إن شاء الله يا أم علي. عظيمة روح العب غير يا حبيب قلبي. مع السلامة يا ما بنحصلش والله إن شاء الله بنحصل إن شاء الله. خلونا نروح لمجموعة من الرسائل اللي وصلتنا. هو أنا سمعت إن في شخص قريب مني الحين عنده سيارة جديدة من كم يوم بس ما أدري لحد اليوم ما شفنا شيء بصراحة من العزيمة. والله إن شاء الله بنحصلها قريب إن شاء الله. إن شاء الله. أنت مو بجد أنت. لا بعدني ما شريت خذت لي سيارة مستعملة على قد الحال وإن شاء الله بنمشي فيها إن شاء الله خلال الأيام الجاية. إن شاء الله. من ربك يفرق إن شاء الله نأخذ إن شاء الله سيارة جديدة. لا اليوم خلاص هذا الاستوديو صار ساحة يعني ما صار عندنا برنامج. خلونا نروح مستمعين الكرام لفاصل الإعلان وبعدها مكملين معكم إن شاء الله مشوار حلقتنا وحتى الرابعة مشوار برنامج شباب على الهواء. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. 15 مليون ريال عماني. 15 مليون ريال عماني. 15 مليون ريال عماني. بل أكثر من 15 مليون ريال عماني حققت أحلام العديد من زبائننا والآن جوائز يومية وأسبوعية. وفر اليوم لتربح كل يوم. اتصل اليوم على 24791111. بنك ظفار بنكك المفضل.
تعلن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن فتح باب التسجيل في جائزة ريادة الأعمال عبر الموقع الإلكتروني www.theaward.com. جائزة ريادة الأعمال. دجاج الصفاء تقدم فيليه دجاج الزنجل الشهية الجديدة، مصنوعة من أفضل المكونات الطبيعية والتوابل الشهية. فيليه دجاج الزنجل لذيذ مع كل لقمة. استمتع بفيليه دجاج الزنجل من الصفاء، مذاق شهي يبقى طويلا. احتفل بعشر سنوات من المذاق الشهي والصحي مع فيليه دجاج الزنجل من الصفاء المقرمشة واللذيذة. الصفاء وش صار هالطعم جنبني، هاللذة تسحرني، الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بسرعة بسرعة. يا التاكسي خذني لها يا التاكسي، وبسكتك خلنا نمر ناخذ عطر رومانسي. مشتاقة حبيبتي مشتاقة، خذني لها بسرعة لا أسوي شي في نفسي. كبر السماء والشوق سهر عيني. لا 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 يا عمي لا تحاجيني، خلي أرد على هالمسج تبي تعرف أنا وين. Yeah.
قلال ها بس ما يسمع كلام يعني. قلنا له من البداية المزاراتي ما أدري من عطاها والبوقاتي ما أدري من عطاها يعني الحين عطلنا كيف بنروح إحنا على وين؟ الظاهر إن قلال يعاني شيء مع السيارات فخلاص. هذا الغريب يعني في الموضوع. أول شيء ما تطيع تشتغل بعدين خلاص يخمم ويفحط في السيارة ما ما أخذ راحته في السيارة سبورت. إذا المستمعين الكرام بتواصلين معكم في برنامجنا شباب على الهواء، موضوع حلقتنا اليوم المفاضلة ما بين السيارة القديمة والسيارة أو السيارة المستعملة والسيارة الجديدة، فأعطونا أراكم. يعني الموضوع يمكن البعض يعتبره موضوع بسيط لكنه من خلال هذا الموضوع نسمع آراء الناس، آراء الناس مختلفة بشكل أكيد. كبير حتى من خلال رسائل، من خلال تغريدات، من خلال اتصالات، ناس متفاعلة بشكل كبير مع الموضوع، ويمكن الأشخاص المقبلين على السيارة أن يشتروا سيارة إن شاء الله يفكروا في الموضوع ويعيد التفكير في هذا الموضوع. خلونا نروح ول حشاء هذا هين يفكر نفسه فرالي لا وبعد سوق سيارة تقرأ ومع ناس الله المستعان منه. نعم أقول بتواحي بتواحي ما قايمين يطيروا عنك. أخ عليك أخ إيش هذه الحالة؟ بل 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 كاكم الغيرة أقول ما بيأكلوا الرطب عنك ولا قايم يحمض عليك. بتواحي بتواحي أخ والله أخ. أما هذه الناس أجليهم اليوم هذا نفس الشيء صاحب سيارة أقرأ ولا ومع ركاب بعد أبوي يتحرك من هذا الشارع أحسن لك اتحرك. احسننا قاعدين في الاستوديو. ايه لا لا خلاص احنا شكلنا بنروح الساحة من خلصنا. اي ظاهر. خلونا نروح لي بعض الرسائل النصية اللي وصلتنا. يسعد مساكم شخصيا افضل السيارة الجديدة ما عشان ريحة الوكالة بس عشان ما اختنق من ريحة الصناعة. يمكن عندنا هذه الرسالة مرة ثانية. في رسالة عندك مشاعل. مساء الخير، أنا أفضل السيارات القديمة لجودة التصنيع أما السيارات الجديدة حدث ولا حرج وعاد البدي علبة بيبسي. سمير الصالح. سمير الصالح الظاهر أن تعرضت لموقف يعني الظاهر. سمير مو بسميرة. سمير سمير أنا على بال سميرة حرلك يا سميرة ما انتبهنا لي متأثر شوي سعيد بسياراته. لا قال سنتابع الموضوع وقلال بعد شغلنا في الموضوع يعني جلال لما يدخل كذا نروح على التحيط. في رسالة بدون اسم أو نفس شيء من بدون اسم طبعا يقول لك أهم شيء المكيف. يقول لك أهم شيء المكيف خلاص أهم شيء السيارة راح تمشي إن شاء الله. تفضل السيارة شغالة والمكيف بارد وأغراضك بعد محمولات ما يهمك من شيء طال عمرك. تفضل اركب تفضل. خلاص هذا اللي صاحب هذا الرسالة يقول لي خلاص قلال السيارة جاهزة وامورك طيبة إن شاء الله. في رسالة أخرى مساء الخير، بصراحة أفضل سيارة من الوكالة تصل تظل عندي. ظل عندي العمر كله ولا مستخدمة اليومين وتحياتي أمل البلوشي. هي يمكن توافق كلامك بطبيعة الحال أن البنات يحب السيارة الجديدة خلاص يعني تشتري سيارة من وكالة وأنت مرتاح. إذا تعطلت أو صار لها أي مشكلة ما لا تعذب اخوها ولا حد من حيانها. يلا ما اشتري سياره جديده عيال. يلا ان شاء الله عقبالك بعد على الاقل اشم فيها ريحه وكاله. لا عشان الظاهر ما صرق النقلال ها. اي رساله ثانيه تقول مساكم توربو من كلام خبراء وفنيي السيارات العمر الافتراضي لاي سياره الكلام ما كان مقطع. تحياتي يا عيسى. الكلام اللي ممكن تعيد لنا الرساله يا عيسى وعشان نوضح ال بس عجبتني مساكم توربو. لا يعني في دراسه حاليا وجريتها خلال الفتره الماضيه يقول لك العمر الافتراضي للسيارات الجديده يمكن 5 سنوات فقط يعني من 5 إلى 6 سنوات وبالتالي بعد 5 سنوات خلاص تبدا السياره في العطل وتبدا خلاص عاد يلا غايه الصناعيه حتى ايام الوكاله خلاص. كنت قاعد اشوف برنامج عن السيارات من فتره يقول لك السيارات الجديده الحين ما ادري من سنه كم ما له داعي اصلا تشغلها وتقعد تخليها مثل ما احنا نسوي نحرك 5 دقائق 10 دقائق خلاص يعني شغلها خليها بس يقول لك في اجواء الشتاء والبرد وعاد خلي السياره لحد ما يطلع سنانير بعد. خلنا نروح لهذا المتصل ومكالمة أخرى ونقول مرحبا. الظاهر أن هذا المتصل أيضا تحمس معاك جلال ها. ألو ألو مساء الخير. مساء النور نورة. أهلين. أهلا وسهلا. الحمد لله وصلتي البيت أهم شيء. الحمد لله. على فكرة شوي. على فكرة نورة الكل يتوقع أن أنا وأنتي يعني نعرف بعض من زمان بس حتى الحين سعيد يقول لي صديقتك. نورة عرفتيها على طول يعني. نورة صديقة متصلة دائما للبرنامج.
كيفك هي نور مع السيارات؟ والله تمام الحمد لله. ها شو تسوين؟ شو تفضلي من السيارات الجديدة ولا المستعملة؟ أنا طبعا ما يعني شوفي بالنسبة للبنات يعني ما أفضل إنها تأخذ مستعملة لأن حتى لو كان يعني كانت جديدة أو مثلا مستعملة شوي أو كذا فأحيانا سبحان الله إذا وقفت أي وقت فجأة في الدرب وكذا فهي بتضطر يعني إنها تنزل وتشوف وكذا فأنا أحس ما حلوة البنت بالضبط يعني مرة هذه المواقف الشباب أحس ما شاء الله عليهم يعني مغطين هذه الأشياء كلها أي بس أحيانا يعني. أحيانا تلقين يعني يمكن يعني شخص ما عنده إمكانية إنه يشتري سيارة جديدة سواء بنت أو ولد بس يعني يشتري سيارة نظيفة وتمشي مني لين هني صح لا لا جميل فكرتك جميلة وهي وافقتك في الرأي يعني السيارة الجديدة للبنات أكثر وحتى موضوع السيارات المستعملة بالنسبة للشباب أنا خبرتك يعني في شباب يحب يروح الصناعية أيوة. بس عشان يصلحوا ما شاء الله عليهم يعني ما يبالوا إنه مثلا أنا خذيت أو قديمة ويفضلوا في منهم فئة كبيرة أنهم يفضلوا السيارات القديمة نظرهم أن يعني الإطار مالها الأدوات اللي فيها من محرك من غير من كل شيء أنه هذا أقوى أكيد. من السيارات طيب أنا بسألك الحين سؤال نورة تعرفين إطارات الرينج فلات هذه الإطارات اللي بدون تيوب اللي يعني إذا بنشر عليك التاير عادي يعني تمشي كذا تمشي ما أدري كم كيلو كذا سمعت هي حصلت المعلومة قبل البرنامج وعاد الحين جاي تخبرنا فيها يعني لازم تشيلي قدام الناس طبعاً عشان تثبت المعلومة عندها لازم تشرح أي لازم ترى هم بنات يعني أنا ما أعرف شو يعني الرينج فلات صراحة لو نسألك وعطينا يعني شرح أوفى وأكمل عن هذا الموضوع ما أظن هو يفضل إن إحنا نجيب مختص في هالمجال أيوة بدنا نتهرب ها طيب يعطيك الف عافية شكرا نورا على مداخلتك تواصلك شكرا بعد في موضوع يعني بخصوص السيارات المستعملة مثل ما ذكرت نور يعني في شباب يفضل السيارات المستعملة ليش لأنك أنت لما تأخذ سيارة مستعملة وفيها عطال أنت أكثر بتعرف عن السيارة يعني اليوم بتصلح كذا يوم بتصلح مكيف يوم بتصلح يعني في التوام وبالتالي مستقبلا إن شاء الله إذا خذت سيارة وكالة أنت ولو صار لك أي عطل في أي مكان أنت عارف وين موضع العطل وعارف وين بتصلح لكن إذا عندك سيارة من الوكالة اسمع أنت أيوة سمعت يا جلال حتى شباب تلقاهم الحين بس مجرد ما يشوف السيارة يعرف يميز إن هذا السيارة فيها حادث السيارة مصبوغة سيارة يعني وفيها عطل كذا وفيها حتى من الصوت يعني الصوت لوبة أنا أيوة خلكم يعني مع السيارات المستعملة ما نقول وين رأينا ولكن السيارة المستعملة أيضا لها دور يعني في معرفة الشخص يعني بالأعطال اللي موجودة في السيارة خلونا شوية نبتعد عن موضوع السيارة ولكن احنا راح نستخدم سيارة أهم شيء جلال نبى سيارة جديدة احنا ما نبى نفشل قدام الناس والباب يتسكر كأننا راكبين باص لا نريد سيارة الروبر قديم ها خلنا نروح شوية لأننا رايحين وادي يحتاج نروح وديان اليوم يحتاج لاند روبر يلا بسم الله خلنا نروح مستمعين الكرام لفقرة على وين أعوذ بالله يا جلال احنا قلنا لك نروح اليوم وادي وسيارة لا مصلحنها ولا مجهزنها خلنا سيارة اليوم نريد سيارة دفع رباعي إن شاء الله لأن عندنا وديان كثيرة وعندنا عيون وقبال إن شاء الله اليوم رايحين نريد ناخذ بعد المسلمين وهم شيء المكيف بارد على قولته أهم شيء وبعد نتمنى المستمعين الحين ركزوا عدل واسمعوا يعني الفقرة اللي راح نقولها لكم عدل واسمعوا السؤال وجاوبونا بعدين يلا جميل خلنا نروح لفقرة على وين واليوم وين راحين يا مشاعل إن شاء الله راحين اليوم إلى جنوب الباطنة إلى ولاية نخل جميل على وين على وين سميت ولاية نخل بهذا الاسم لكثرة المياه فيها فهي تنخل الماء نخلا ولأنها مشتقة من النخل وهي التصفية فهي أشبه بمصفاة الماء وفي الواقع هي كذلك ويقال لها شاذان ونخل وشاذون نسبة إلى رجل يقال له شاذون
ولاية نخل إحدى ولايات محافظة جنوب الباطنة في الجزء الشمالي من السلطنة عمان، توجد بها عدة قلاع وحصون هامة، على رأسها قلعة نخل، وإلى جانب قلعة نخل المتميزة توجد قلعة الجناة والتي تقع في منطقة العلاية، كما يوجد عدد من القلاع الأخرى في قرى الأبيض والطوح وحليان وادي مستل. تبعد ولاية نخل عن دوار الرئيسي لولاية بركة مسافة 32 كيلومتر، وتتصل بها من الشمال ولاية وادي المعاول، ومن الغرب ولاية العوابي، ومن الشرق ولايتا السيب وسمائل، بينما سفوح الجبل الأخضر تطل عليها من الجنوب. وتعد ولاية نخل العمانية إحدى أهم المزارات السياحية التي تجتمع فيها معاني جمال الطبيعة ومآثرها وتراثها وعراقتها التي تشد الزائر بهذه المفردات السياحية. وتشتهر نخل بالعديد من المعالم السياحية الجذابة التي يقصدها الزوار من داخل وخارج السلطنة، مثل قلعة نخل الواقع على ربوة صخرية عالية وبها العديد من المرافق والأبراج التقليدية وتشرف عليها وزارة السياحة. كما تشتهر الولاية بوجود متنزه عين الثوارة، وهي عين ساخنة متدفقة على مدار العام يغذيها وادي التين، وتصب مياهها في فلج كبة ويتفرع جزء من عيونها ليصب في فلج الغريض. عين الثوارة اقترن اسمها باسم ولاية نخل، فجعلت منها شعارا وميزة تمتاز بها الولاية. وعين الثوارة عبارة عن نبع مائي يتدفق من هضبة صخرية ساخنة تنساب في الوادي مسافة 30 مترا قبل أن تتفرع إلى قسمين، يكون إحدهما فلج كبة والآخر فلج صاروج. ويتميز وادي الأبيض التابع للولاية بغزارة عيونه العذبة وأفلاجه الدائمة الجريان، مما جعل من الوادي ملاذا آمنا تدب فيه شتى صنوف الحياة الطبيعية. ويمكن لزائر هذا الوادي أن يمضي أوقات جميلة بين حضان الطبيعة البكر من خلال التنقل بين ربوع وقرى الوادي المختلفة. ويعتبر هذا الوادي فرصة للتمعن فيما توفره المياه المسابة من مناظر غاية في الروعة، مكونة بتجمعها في وسط المجرى بعض البرك المائية الصغيرة. ومن أودية نخل وادي مستل، ذلك الوادي الذي يتميز بطبيعة ساحرة بديعة تزدان مدرجات قراه خلال فصل الصيف. ومن كل عام بثمار الخوخ والعنب والرمان الجبلي والمشمش والتين الأسود الحلو المذاق، بالإضافة إلى أشجار البوت التي تجود به قرى الوادي، فهو مزار طبيعي. ووادي مستل أحد الأودية الخصبة التي تشتهر باعتدال الطقس فيها، خاصة في القرى الجبلية المرتفعة مثل قرية وكان التي تقع على ارتفاع يصل 495 قدم، وتبعد عن ولاية نخل مسافة تصل 33 كيلومتر. وتشهد كذلك قرى وادي بني حراس حركة سياحية، ويمكن دخول إليها من المدخل الرئيسي قبل سد وادي مستل أسفل الوادي. وتشتهر تلك القرى بوفرة محصول الزام البري والذي ينمو في قلب الوادي. وسؤال فقرة علوين من ولاية نخل يقول: لماذا سميت ولاية نخل بهذا الاسم على 90130 مع الأسماء الثلاثية؟ Thank you.
يسبح بنيانا يتحدث تاريخا مسر. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، واليوم رحنا بسيارة الدفع الرباعي. خلاص بنروح ان شاء الله. يعني ثوارة جميلة. لا لا جابها اليوم جلال ما شاء الله عليه، يعني اختيار موفق. ونذكر بسؤال فقرة علوين. على فكرة على طار السؤال، على البال بتسألي من منكم زار نخل؟ إيه لأنك أنت ما زرتي. أنا ما زرتها بس يعني أسمع عنها كثير. وقرية وكان يقولون وكان يقولون وايد حلوة. أكيد يعني ما شاء الله، يعني جو بارد وحتى فيها المدرجات هذه الخضراء والمياه، وبالتالي اللي عنده فرصة كذا على أيام الويكند أو أيام آخر الأسبوع يروح كذا يتمشى. بس لازم نروح بسيارة دفع رباعي. سيارة دفع رباعي، ويمكن إن شاء الله القريب العاقل تكون طريق بشكل أسهل يعني من الطريق الحالي. نذكر بسؤال فقرة علوين. السؤال يقول لماذا سميت ولاية نخل بهذا الاسم على 90130 مع الأسماء الثلاثية؟ وكل اللي حاب يتواصل معنا حاول زين أن تقولي الرقم، لأن في مجموعة من الرسائل قولوا سمحتم ممكن أحصل رقم التواصل أكيد. على البرنامج احنا نذكر دائما بأرقام التواصل على 24698151 24698151 ومن خلال الرسائل النصية على 90456. وما أنك طريتي الرسائل النصية، خلينا نروح شوي مجموعة من الرسائل النصية اللي وصلتنا. يسعد الله مساكم، أشكر طاقم البرنامج وأقول لكم قديم الصوف ولا جديد البريسم. جديد البريسم، عندي سيارة موديل 94 وخط بها وادي وطلعت منه، لكن الجداد يبندوا بنص الوادي. إبراهيم خلفان شيدي، صحيح هذا الكلام؟ الله يعطي خيرها بس هذه السيارة، وإن شاء الله تحافظ عليها دائما وكذا تعبر الوديان، لكن دير بالك يعني لما تعبر أحيانا ما تقدر قوة الماي. بالضبط. في أيضا رسالة أخرى تقول لأفضل المستعمل المفحوص على الجديد، لأن الجديد أصبح ما منه أمان، معي موديل 2013 والحين في التصليح بسبب عيب مصنعي فارس العلوي. هذا رأي مع المستعمل، إحنا لو نجمع كذا الأراء من يريد مستعمل من يريد شكلنا بعدين جديد. إحنا بنقرر إيش راح نأخذ. خلاص أوكي. نروح لي يعني ما نكمل رسائل اليوم. خلنا نروح لهذا المتصل ونستقبل هذا المكالمة ونقول مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله طيبين، كيف أحوالك؟ إيه صحتك طيب. الحمد لله طيبين يا مرحبا. مشاركين معك في البرنامج. حياك الله. الله يخليك. نتعرف عليك في البداية. عندك سليم الراشدي. سليم؟ الراشدي. الراشدي، حياك الله يا سليم. كيف الأخبار؟ وصلت البيت ولا بعدك؟ والله يصل بعدني في الطريق، الحين واقف عاد حصلت خط ووقف. لا لا زين، هذا اهم شيء. الاشخاص اللي يتصلون يعني يوقفون على يمين الطريق ويكلمونا اذا ما كانت عندهم سماعه الهاتف. كيف حالك يا سليم؟ ذاك يكون افضل يعني حق جميع، يعني الواحد يكون عنده مكالمه يكون يوقف ويتكلم على راحته على اساس انه ما يشغل نفسه ويشغل الاخرين يعني. بالضبط. صحيح. نتمنى لكم طريق السلام. سليم سالك في البدايه، زرت نخل من قبل ولا بعد؟ والله ما رحت نخل، رحت مره واحده الصراحه. مره يعني. واحده ايوه، مع ان على المواصفه يعني الاماكن اللي ذكرناها تستاهل اكثر من زياره يعني. والله تستاهل اكثر واكثر بصراحه بيني وبينك، يعني الوديان اللي فيها والعيون. الاخ سعيد تعرف كل واحد يعني اليوم مشغول وكذا، ولكن عند الفرص يكون كل شيء حلو يعني. صحيح، وعاد عنده يومين اجازه وين يقضيها زين، يرتب اموره يوم من الايام ويزور الاماكن الجميله في السلطنه. لا والله هو شيء حلو على حسب ما قلت، يعني كل شيء حلو يعني جميل وطيب وكل هالمناطق حلوه وجميله يعني. صحيح. وين موجود حاليا سليم؟ أنا الحين موجود والله في شارع وادي بني خالد، من شرقي شمال من ولاية وادي بني خالد. ما شاء الله، الله يحفظك. جميل. حب سليم خبرنا عن موضوع اليوم، السيارات المستعملة والسيارة الجديدة، وين تفضل ما بينهم؟ والله يا أخي الأخ سعيد كما يقول إن الجديد لذيذ. الجديد؟ لذيذ. يا سلام. لكن هناك كل واحد على حسب ما ذكرت بالأول، كل واحد مظروفه يعني، كل واحد إمكانيته يعني. صحيح صحيح. يوسف هو الجديد لما خدك الجديد، فلكن المستعمل هو مستعمل، فلكن هناك الإنسان مكانيته وظروفه والدنيا كما تعرف ظروف الدنيا وحالتها يعني. صحيح. ويمكن الواحد الجديد كل حد ويباك وحد يتمنى. طيب يا سليم، أنت تحب تفضل سيارات الدفع الرباعي الفور ويل ولا فئة الصالون الصغيرة؟ نعم. أنت تفضل سيارات الدفع الرباعي ولا سيارات الصالون الصغيرة؟
الله يهديك أربعة هو سمع دفع أربعة يعني أعطيك منياتك على ما تبغى. وبعدين هناك وادي عاد هو في بني خالد لازم بني خالد تحتاجون لهالسيارات. والله وادي بني خالد على ما قلت لك يعني في يكون دفع أربعة لكن الحمد لله بجد صاحب الجلالة الحمد لله توصلها حلوة وجميلة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله سليم بس الصغيرة والكبيرة كلها الحمد لله تمشي والطرق الحمد لله مسهلة بسأل من مولانا صاحب الجلالة الحمد لله. الحمد لله الله يرجع بالسلامة إن شاء الله. يا رب. والله يرجع بالسلامة على سليم. إن شاء الله يرجع على الوطن إن شاء الله. آمين إن شاء الله. سليم بس في طلب من المخرج يقول لك يريدك تصور في المكان هناك في وادي بني خالد. والله يصور المكان في ولاية بني خالد. شكله متحمس يريد يجي. منطقة مخل. أيوة. زين هو مكان سياحي طيب عنه وطيب وجميل. كذلك عندنا منطقة بضعة في ولاية بني خالد. يعني مكان سياحي وجميل. ما شاء الله. كان منطقة يسمونها حاور يعني. منطقة حلوة وجميلة ومنطقة مقل لأن هذا المكان السياحي لهن في ولاية وادي بني خالد بحال السياح والحمد لله الخميس والجمعة تكون من زحمة حتى الواحد ما يحصل أحد منطقة ما يحصل موقع ما شاء الله ما شاء الله, يعني. ما شاء الله. وهذا الجميل يعني في السلطنة وقت حصل أماكن للسياحة الداخلية عيد الناس تخطط وين تبي تروح الأخ فائل كلها تكون في كل مكان مناطق الصبر كلها حلوة وجميلة والحمد لله رب العالمين شكر الله مولانا جميلة بناسها أيضا يا سليم جميلة بيكم وبناسها وبكرمكم الله يخليكم ووجودكم طبعا تسلم تسلم يا سليم وشكرا لك اسمح لي بدخل في موضوع خارج الموضوع عندي أغنية حل مولاي صاحب الجلالة على رجوع على السلطان إذا تسمح يسمح البرنامج سليم بس بيتواصل معك المخرج احنا بنتكر معك بيتواصل معك المخرج إن شاء الله شكرا لك يا سليم زين كان هذا تواصلنا مع سليم راشدي وحديثنا عواد بن خالد خلونا نروح لمجموعة أيضا من الرسائل النصية القصيرة وما ننسى بعد التغريدات إن شاء الله راح نقراها مساء الخير القديم أحسن عن الجديد بدون قصد عن محكمة وعن سجن الله يبعد عنا المحاكم والسجن يا أبو سعيد العماني كل التحية لك يا أبو سعيد مساء الخير أخباركم السيارة الجديدة أحسن من المستعملة وهو يعتمد على الميزانية بصراحة حمسني المخرج بروح أدور على ساحة صالح صالح دويكي تحية لك يا صالح تحية لك يا صالح ودير بالك خبرنا جلال يعني نهدي شوية من الموضوع هو لا متحمس بعد مع الساحة نروح لي رسالة أخرى ثمان سنوات سيارة أتوقع سيارة ثمان سنوات وبعدها المدة تكون كمل العجوز وما تمشي من كلام خبراء وفني السيارات العمل افتراض لأي سيارة ثمان سنوات هذه الرسالة اللي خبرنا نعيد إياها ثمان سنوات وبعدها المدة تكون سيارة قديمة ما تمشي غير بالعصا هو في سيارات هي في سيارات يعني قديمة لكن أخذت يعني فترة طويلة لكن الناس اللي يعتمد على الشخص اللي يستعمل السيارة كيف يحافظ عليها في الصيانة في النظافة في أشياء كثيرة أكيد وأنا مع في هذا الكلام إنه في مثل ما قال إنه في مجموعة من السيارات لها عمر افتراضي وهذه يعني الدراسة اللي أجريت حاليا في أيضا رسالة البنات أغلبهم يفضل السيارة الجديدة بينما الشباب يفضل السيارات مستعملة استخدام بنات عزة أنا ما وافقك الرأي يعني أكدم من هالشيء ترى كلها تلحيق كل البنفر رايح وعلى كل ما باقي دار مصبوغة كامل تكون حتى السيارة فأنا أعرضك في الرأي يعني ما أعتقد هذا الرأي الصحيح ولكن لك تحية على رسالتك مساء الخير أفضل السيارة الجديدة على القديمة أحسن وأفضل أسعد الحضرمي كل تحية لك يا أسعد ونذكركم مستمعين الكرام بأن الرسائل النصية تكون على رقم آخر غير الرسائل النصية اللي فقرت علامين للإجابة على 90130 والسؤال كان يقول لماذا سميت ولاية نخل بهذا الاسم إذا نذكركم أن الرسائل تكون على هذا على 90130 90130 والرسائل النصية تكون على 90456 إذا فاصل قصير وبعدهم كملين معاكم مشوار حلقتنا في الساعة الثانية من هذا البرنامج فاصل ورجع لكم بإذن الله شباب على الهواء على الهواء يا شباب شباب على الهواء على الهواء يا شباب وش صار خطا مجنني هاللذة تسحرني حلوة الديواني يختار حلوة هذا الحلا ما صار في طعمها الأكيد يصير الديوانية بختار
الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. دجاج الصفاء تقدم فيليه دجاج الزنجل الشهية الجديدة، مصنوعة من أفضل المكونات الطبيعية والتوابل الشهية. فيليه دجاج الزنجل لذيذ مع كل لقمة. استمتع بفيليه دجاج الزنجل من الصفاء، مذاق شهي يبقى طويلا. احتفل بعشر سنوات من المذاق الشهي والصحي مع فيليه دجاج الزنجل من الصفاء المقرمشة واللذيذة. يوسف على وشك تسديد الضربة الأخيرة بملعب الجولف. هذه اللحظة مهمة جدا بالنسبة له باعتباره من أبرز المشاركين باللعبة. بالإضافة إلى ذلك، يوسف يستثمر في هذه اللحظة بصندوق مالي سريع النمو، لأنه من عملاء HSBC Premier، ومدير علاقات العملاء الخاص به يساعده على إدارة ثروته، وبنفس الوقت يقدم له مجموعة من الخدمات والمنتجات لتنمية مدخراته. أهلا بك في HSBC Premier، اقتصادك الشخصي في أيد أمينة. لمعرفة المزيد قم بزيارة hsbc.co.om/premier. افتح حساب HSBC Premier قبل 31 أكتوبر واستمتع بإقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في أحد الفنادق الفاخرة، أو العب الجولف لمدة شهر واحد مجانا. تطبق الشروط والأحكام. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نزلت السوق عسكر نص ساعة، نزلت السوق عسكر نص ساعة، أمشي فول معي سيكل جديدي، أمشي فول معي سيكل جديدي، ضربت بريك بأفتر عن جماعة، ضربت بريك بأفتر عن جماعة، ترى واحد من الجماعة حبيبي، ترى واحد من الجماعة حبيبي. نزلت السوق عسكر نص ساعة، نزلت السوق عسكر نص ساعة، أمشي فول معي سيكل جديدي، أمشي فول معي سيكل جديدي، ضربت بريك بأفتر عن جماعة، ضربت بريك بأفتر عن جماعة، ترى واحد من الجماعة حبيبي، ترى واحد من الجماعة حبيبي. يأشر لي بعينه وبذراعه، يأشر لي بعينه وبذراعه، ولكن بس أنا قلبي عنيدي، ولكن بس أنا قلبي عنيدي، يقول خذني على السيكل في جنبك، يقول خذني على السيكل في جنبك، مدام قند المرور واقف بعيدي، مدام قند المرور واقف بعيدي. يأشر لي بعينه وبذراعه، يأشر لي بعينه وبذراعه، ولكن بس أنا قلبي عنيدي، ولكن بس أنا قلبي عنيدي، يقول خذني على السيكل في جنبك، يقول خذني على السيكل في جنبك، مدام قند المرور واقف بعيدي، مدام قند المرور واقف بعيدي. صلت على النبي. خلاص احنا رجعنا من نخل، والظهر السيارة بعد رافضة تشتغل معنا. الحين يقول في الأغنية ما يريد لا سيارة مستعملة ولا جديدة، يريد دراجة هوائية يروح فيها. إذن خلونا نروح لبعض التغريدات على تويتر. خلاص تحمس الحين، خلاص السيارة الجديدة. جمال القهوري يقول كانت سيارة زميل مستعملة وشاف الويل من التصليحات مسكين، وصارت عبرة لي، وبمرة رحت صوب الوكالة والجديد مريح. جميل جميل يا جمال. خلنا نروح لسيارة أو لسيارة أنا خلاص ضبط مع السيارة. مبرمج السلطان يقول إيش من السيارات مع جلال، لأني شفت أويل في الشارع قبل شايف الخوير. لا تضحك على جلال. نروح لرسالة أخرى. مساء الخير يا عبد الله. مبرمج السلطان متفاعل اليوم مع الموضوع. مبرمج السلطان الظاهر أنه
يحب السيارات. فريد حمد يقول مساء الخير، أتوقع الشخص اللي يحب تغيير أفضل سيارة مستعملة، أو الشخص ما واضح حق السيارة أفضل جديدة، يعني هو يقول اللي يحب يغير أفضل السيارة المستعملة أو حتى السيارة الجديدة في النهاية، يعني حسب اختيار الشخص. بالضبط. جمال قهورة أيضا يقول يقول جلال معه سيارة جديدة، كيف متى بتعشينا؟ إشاعة إشاعة صارت على جهاز. أتفهم أنت وجلال يعني. عماد الخلاسي يقول مساء الخيرات، أفضل شيء السيارة الجديدة وللجميع، لأن المستعملة يضرب لها مثل مثل ما هو، لو فيها خير ما رماها الطير. يلا هو رأي، وجهة نظر، وجهة نظر من عماد، ولكن قلنا في السيارة المستعملة فيها نضاف حلي على حسب اختيارك لي السيارة. فريد حمد أيضا سيارة جلال ما أريد أشتريها حتى ببلاش، لو يعطيني هدية معها واير شحن بعد ما أريدها. روح من هنا روح. شفت يا جلال الحين خلاص ما عندك سوق لسيارتك. سيارة رسالة أخرى، هزاع الكلباني ايش يقول؟ يقول اهم شيء سياره توصلني وين ما اريد، واذا بندت اتصل لربيعي خبير في تصليح اي شيء من السيارات وبالاخص الالماني. عاد يلا اللي عنده سياره الماني يتواصل مع هزاع. اموره طيبه ان شاء الله. في ايضا رساله من هزاع او تغريده من هزاع يقول لك جلال كيف صوت ابو شنب القديم لما يستعرض؟ يلا جلال شو سويت مشكله لنفسك يعني؟ يعني ليش السؤال المحرج؟ في رسالة من برمج السلطنة لمشاعل يقول لك يا مشاعل نتمنى تسأل مذيعة كيف تعرف ان الحرارة تفعت؟ والله ما ادري، يمكن يوم اشوف الدخان طالع ولا شو. ما هذا سؤال ظاهر انه يريد يختبرك. برجع اليوم بسأل اخواني لازم هالسؤال. خلنا نروح ل ايضا فقرة أخرى من فقرات برنامجنا وفقرة مشروعات شبابية. مشروعات شبابية. منيرة بنت محمد البلوشية، زهرة من زهور هذا الوطن الغالي، ثابرت وتحملت فواصلت وتركت بصمة لها، عشقت الفرشاة والألوان ومزجت بينهما وأخرجت بذلك زهور وورود من البنات. شاركت في مناسباتهم، هي أحد المشروعات أو المشاريع الشبابية ذات الكفاح التي يفخر بها الوطن، وهذا الوطن لا يقف على مشروع معين بل يساند كل المشاريع الشبابية. طبعا هذه عمان الغالية اللي دائما توقف مع الشباب وتساندهم في كل شيء. منيرة كيف حالك يا منيرة؟ اهلا وسهلا، الحمد لله انا بخير صاحب سلامه. انتم شو اخباركم؟ الحمد لله. وينك في البيت ولا راح تجيبين العيال من المدرسه؟ لا الحمد لله في البيت. الحمد لله. اهم شيء الطريق كيف كان، زحمه ولا بصراحه اليوم انا ما طلعت برا؟ يلا ودي جاب الاولاد. ايوه يلا. لا محظوظه اليوم. حياك الله يا منيره معنا في برنامج شباب على الهواء. اهلين وسهلين، حياك الله يحييكم ان شاء الله. طبعا منيره اكيد مشاعل تعرف عني، خبريني شوي عن نفسك وعن إيش السر في لمساتك الرائعة لتسحر الحضور في البنات؟ والله مشاعل صراحة زبونة جميلة دائما تجي عندي والحمد لله تكون طالعة وهي راضية. أشكرها لاستضافتي في هالبرنامج الجميل. والله سر لمساتي هي طريقتي بدمج الألوان ورسم العين بإبراز ما يناسب جمال كل عين، والحمد لله رب العالمين. طبعا منيرة هي متخصصة في وضع المكياج للبنات، يعني الموضوع اليوم معك. أي الموضوع معك؟ أنا ما اللي دخل في الموضوع. أنت طايحين علي أنت والمستمعين. شكلي بريح أنا اليوم. طايحين علي أنت والمستمعين من أول برنامج موضوع السيارة. أنت بشيء؟ آسف خلاص أنا طالع إن شاء الله. استفيد، يمكن تاخذ حاجة حق زوجتك ولا شيء، يعني يمكن توديها أخواتك. طيب منيرة خبرينا كيف بديتي ومن ساندك في هالعمل اللي قاعد يعني تقومين به؟ أيوة البداية الحمد لله في البداية كنت يعني كانت مثلا البداية كانت بسيطة كانت كهواية، وبعدين الحمد لله مارستها. في البداية كنت أمارس يعني هالهواية في البيت على خواتي وكذي، وبعدين الحمد لله هم ساندوني وشجعوني زوجي وأهلي خواتي كلهم. فكنت كذا أخذ زبائن والحمد لله شوي شوي اتطورت. بعدين جربت بنات أختي معاي فالحمد لله صرنا يعني كذا كجروب. طبعا تحية لمناهل
ثانية. أيوة مناهل وشمائل. وشمائل لهم. الحمد لله. الحمد لله. حلو لما كذا يعني الواحد يعني يشيل بإيد الثاني ويوقف معاه يعني ما يكون أناني في تملك الشيء. طيب خبريني منيرة، الغريب أنك لما سألتك أنا أنك ليش ما تفتحي لك محل، أنت رافضة أنك تفتحين محل، يعني ليش؟ شو السبب؟ والله شوفي أنا يعني ما رافض أني يعني أفتح كذا كصالون، بس جالسة أجل هالفكرة إلى وقت لاحق إن شاء الله، لأن تعرفي مثل يعني هالمشاريع الكبيرة يحتاج أنه مثلا مسؤوليات جديدة، أهداف أكبر، ارتباطات، يحتاج يعني إلى خبرات جديدة معاي تساندني في كل مجالات التجميل من شعر وعناية بالجسم والبشرة. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طيب خبرينا إن شاء الله لك مشاركات في يعني مثلا عروض الأزياء، منكشتي عارضات أزياء أو في مهرجانات؟ لا والله بصراحة بعدني، بس إن شاء الله أشارك قريبا إن شاء الله. أكيد نتمنى لك طبعا. أنا سمعت إن من المواقف النبيلة اللي يعني سمعت عنك إنك ساندتي بنات ووجهتيهم عشان يبدون في مشاريعهم، ولدرجة إنك أيضا رسلتي زبائن كنتي أنت يعني مزحومة رسلتيهم لي يعني بنات تعرفيهم توهم بادين من الصفر. يعني إحنا قليل ما نحصل مثل يعني هذه صفاء القلوب، وأكيد في مثلك يعني كثير من البنات. يعني خبرينا عن هذه المواقف اللي تصير معك. بصراحة أنا أحب أشجع البنات اللي عندهم هالموهبة وأخبرهم يعني عن طرق استخدامي للميك اب ونوعيته، لأن أهم شيء تعرفي نوعية الميك اب والطريقة. فهذه واحدة يعني زميلتي كانت دائما تخبرني أنها تعمل يعني خذت كورسات في الميك اب ودفعت يعني مبالغ باهظة وكذي، بس ما عارفة كيف تستغل يعني هذه المهنة. فشجعتها بصراحة، قلت لها أنا برسلش زباين بس أنت مارسي عليهم حتى لو قيمة أقل، بس المهم إنك مارسي يعني دائما يعني مثلا تمارسي وتستغلي هذا الشيء. أيوة لين ما تتمكني، والحمد لله رسلت لها زباين حتى ارتاحوا لها وكذي، والحمد لله الحين هي يعني صارت مشهورة وكذي ما شاء الله، زباين يعرفوها نفس الشيء الحمد لله. طبعا ربي يكرم الإنسان دائما لما يقدم عمل خير أو أنه يوقف مع أخوه أو صديقة أو أيا كان. خبرينا طيب، أكيد أكيد البنات دائما يحبون يعرفون على الأسعار وين مكانك و... أيوة. وهذه الأشياء يعني خبرينا من يعني من كم تبدأ أسعارك وين مكانك بالضبط؟ أيوة. أنا الحين والله مستأجرة صار لي فترة في الحيل الجنوبية لو أيوة تعرفوا هناك قريب من كنتاكي اللي في محطة مها. أيوة. فالحمد لله يعني أسعاري الحين شوية ارتفعت، أول كانت أقل بس الحين من 20 إلى 25. حلو. بس الحمد لله بعد هالسعر يعني الزباين راضين عليه، لأنه في أماكن ثانية بصراحة يمكجوا أغلى. أغلى أيوة. وأيوة. طيب بداياتك أنت خبرتيني إن بداياتك كانت جدا بسيطة، يعني كنت تمكيجين أيوة. ثلاثة تقريبا خمسة. أيوة في البداية تعرفي قبل كم سنة. فالحمد لله كنت كذا على أساس بس يعني إنه مثلاً الواحد لازم الزبائن يعرفوا من البداية، يكون مثلاً يكون شيء بسيط يأخذ بعدين عاد شوية شوية يتطور وكذي. فالحمد لله رب العالمين الحين شوية أحسن. أيوة. طيب خبرينا منيرة. عفواً منيرة شو تتمنى؟ والله أتمنى أني أكون الأفضل إن شاء الله، وأثبت نفسي أني أكون قادرة إن شاء الله. وأتطور في هالمجال إن شاء الله، وأرضي إن شاء الله جميع زبائني إن شاء الله. أكيد والشغل ما عيب طبعا في كل المجالات. وكلمة أيوة. كلمة توجهينها للشباب العماني سواء بنات أو أولاد عندهم طاقات وعندهم أشياء كثيرة. سعيد خذيت الجواب. سعيد قاعد يضحك يسمع. كلمة توجهينها للشباب العماني يا منيرة. إن شاء الله هي والله كلمتي للشباب إن الواحد لازم يطور من ذاته يطلع اللي بداخله من مواهب وقدرات عشان يفيد نفسه ويفيد المجتمع. جميل. وأتمنى من الجميع طبعا. منيرة عندها حساب في الانستغرام لكل اللي حابة تتابعها اللي هو منيرة البلوشي. تمكيج وما شاء الله عليها شغلها دائما بصراحة بأمانة. أنا أقول قدامها ومن وراها يعني جربت كثير، لكن يعني إيدها يعني ساعات المكياج هو إضافة لمسة للجمال، يعني مو بتغير كل شيء من وجهك. يقول لي سيدي شي خصي أنا تقولي لي. فيعني يعني جد أنتوا تستاهلون من يدعمكم، تستاهلون من يظهركم، وهذا إحنا واجبنا يا منيرة. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. والله نتمنى نرضيكم دائما، يعني أتمنى ربي يوفقك الزبائن يكونوا راضين عني. أكيد ربي يوفقك يا منيرة وشكرا لك. آمين.
مع السلامة. مع السلامة. مشكورين. مع السلامة. مع السلامة. رجعنا لكم ثاني. الظاهر ان مشاعر قضيت الجو انت ها. طبعا جلال بس قبل لا تروح الاغنيه في رساله بسيطه لمشاعل ونتمنى ان تطلع عليها بعدين. يقول لك هزاع الكلباني سؤال للبنات مذيعتنا في السيارات ذات الغيار العالي، ايش اسماء الدواسات اللي في الصوره؟ في كلتش وفي بريك وفي بترول. لا نجحت في الاختبار طبعا لكل المستمعين. اصلا كنت اسوق انا سياره ابوي جرعاتي. جميل. اللي يحب كل المستمعين اللي يحبوا يشوفوا الصوره موجوده على حسابنا في تويتر. خلنا نروح لفاصل ومكملين إن شاء الله معكم. يا سكر طعم مجنون متيم به ومفتوم أشوف أهداس مقدر رملكا حول لا حول شكلها بنت وطا شكلها في قصة حب هالبنت ولا ما حد يسعف لها لا حول لا حول علاقة في ظرف شهرين خدتني مدري لا وين عيل وشلون لو كانت سنة لا حول لا حول أغني له أغاني نغم عيار ثاني وسرت الحب وصلوا دندنة يا حميد يا حميد شسوي الحيرة وينك 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 ظاهر نحن اليوم بنروح الباطنة. إذا حد يبي يروح الباطنة خليه يوصلني بعد على طريق سيارتي. وبعد جلال ما أعطانا فرصة قاسين ناكل. قاعدين ناكل جلال ليش يعني دخلتنا كذا على الهواء ليش؟ لا متغدين ولا حاجة خلنا شوي جلال يعني كلها سدويك. حياكم الله مستمعين الكرام تواصلين معكم من خلال برنامج الشباب علينا. على الهواء ومعنا مجموعة من التغريدات مجموعة من الرسائل النصية القصيرة والتفاعل الكبير حول هذا الموضوع مرة إيش صاير يعني الظاهر الموضوع كذا متحمسين لكثير وأيضا استقبلنا مجموعة من الإجابات على سؤال حلقة اليوم نذكر بسؤال
جميل. ولا هو السؤال يقول لا... ايوه يعني لماذا؟ اوكي لماذا سميت نخل بهذا الاسم؟ ما ليش يعني ليش يعني وين فيها؟ شركات الانتاج عندك خبرهم عني قلنا ايضا مجموعة من الرسائل النصيه القصيره اللي وصلتنا. خلونا نروح لمجموعة من الرسائل. يلا. مساكم وردة، فضل السيارة الجديدة من القديمة، من أحس أن سيارتي ابتدت تلعب أغيرها. زوينة الحسنية، أنت محظوظة يا زوينة. أيه. إذا على أول ما بدأت تلعب خلاص تغير. تغيرها. روح لمسج أو رسالة أخرى. كل ما تقسنا نشوف تطورات كثيرة في صناعة السيارات، لكن ليست مؤمنة ضد الحوادث، ومن وجهة نظري يشتري من الوكالة أفضل من أجل التأمين الشامل. عبد الله الكندي. جميل يا عبد الله. في شخص طالب أغنية لاند روفر خضر، ورح يلبي لنا إن شاء الله المخرج هالأغنية. ورسالة تقول لنا الجديد، أنا أحب سيارات، أنا أحب السيارات الجديدة على القديمة، أحب سيارات رياضية سبورت. ما تحب سيارات؟ ظهر أن قلم ما يحب سيارات الرياضية. الخراب في سيارة جلال أعتقد من تاير سبير. عبد الكندي خلاص يا جلال. جلال عاد كله ولا سيارة أحد يقول عنه شيء. عبد الكندي حاول تعرف الخراب مرة ثانية لأنه طلع ما هو ما صحيح. مساء الخير، أنا عندي سيارة موديل 90 وقيدة، أهم شيء المحافظة عليها سواء جديدة أو قديمة. تحياتي لكم سليم الرواحي أبو الأزهر. وكل تحية لك يا سليم على تواصلك معنا. وبالفعل كلامك صحيح، مهما كان السيارة سواء كان جديدة أو قديمة، أهم شيء أنك تحافظ على السيارة والصيانة بشكل دوري، وهذا اللي يضمن لك بقاء السيارة بشكل صحيح لمدة أو فترة طويلة. وين نروح؟ مكالمة؟ خلاص زين زين، نوصلت مكالمة. خلنا نأخذ هذا المكالمة ونقول مرحبا. تفضل تفضل، السيارة شغالة والمكيف بارد وأغراضك بعد محمولات. حياكم مرحبوا وقربوا معنا. تفضل اركب تفضل. خلاص هو جاي جاي إن شاء الله إن شاء الله. ألو ألو ألو، السلام عليكم. يسعد مساكم به العطر فواح، يسعد مساكم به العطر فواح، ويسعد مساكم به الطيب ماسي، ويسعد مساكم ويسعد مساكم وجهن به الهم ينزاح، وبه وعود بشوفة طيب الأماسي. يا سلام. أخباركم أستاذ سعيد ومشاعل؟ يسعد مساك، كيف حالك؟ سعد الله مساكم. مساك أسعد يا رب. وين؟ وأجمل وأجمل ورق تحية معطرة بالمسك والعود، المبدع الرائع المتميز جلال الخويطري. يستاهل. جلال راح يختفي شوي ويرجع لنا عيونك. بصراحة احنا مستمتعين معاه من خلال هذه الفلاشات الجميلة اللي يوضعها في البرنامج. حياك الله. خف علينا خف علينا شوية ابوي، خف علينا. كيف حالك يا ابو رزان؟ والله الحمد لله مشاعل، اخبارنا طيبة وجميلة، واحنا صراحة مستمتعين بهذا البرنامج يعني، وحاولنا اليوم نوضع بصمة من خلال هذا البرنامج. خبرنا اذا عن السيارات الجديدة والمستعملة، وشو تفضل بينهم، وانت وين الحين؟ بداية نطلب منك طلب، قول لي تم. امرني. زين يكون جلال يسمعنا أغنية السدرك لحسين القسمي. حاضر إن شاء الله. أنت وين الحين؟ وإذا سألت أبو رزان عن السيارة، إذا كان من محبين السيارات الجديدة والقديمة، فأنا أفضل يعني السيارة الجديدة، وخاصة الدفع الرباعي، لأنها تصلح للرحلات وتصلح للطرق الوعرة. وانا اخذت يعني استاذ مشاعل، اخذت سياره جديده باواخر رمضان يعني، في لان عندهم عروضات عاملين بالوكاله. أيه. ولما يعني خاصه لما تقربي السياره الجديده يعني تحس براحه، وتنسي صناعه، وتنسي يعني حتى صناعيه المعبيله، وتنسي صناعيه وادي الكبير. أيه. تنسى كل معاناه تعب مع السيارات. والله السيارات القديمة ما أقولش مشاعل يعني صعوبة، وثاني شيء مكلفة يعني، الواحد بدأ يعني يدفع يعني يكون القسط شهريا للوكالة أفضل له من سيارة جديدة، ولا يدفع كل يوم مخترب حاجة، خاصة وقت الحرارة يعني الأعطال اللي تحدث وقت الحرارة أكثر عن قيمة القسط اللي يدفعه للشخص للوكالة. مرة مكيف خربان، مرة أكسل خربان، مرة ربل خربان، كل مرة يضيع فيها شيء. بس في شباب الإنسان كما يقول لك اللي يعمر بيت يعمر منها وتصيح منها. ما عندي بيزات ما عندي بيزات.
يلا بيك يا برزان. ظهر ظهر ما عنده بيزات يصلح السيارة. برزان خاصة يا سادة مشاعل يعني أقول لك يعني السيارة الجديدة يكفيك الضمان اللي فيها ضمان 5 سنوات أو 100,000. أهم شيء أهم شيء ريحتها عادي الله عاد ما مكيف ريحتها فيها. أنا أهم شيء ريحتها وريحة السيارة. أنا أول مرة بأمانة يعني أطلع سيارة جديدة. يلا الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها يا رب. لكن الريحة اللي فيها أول ما تركب السيارة تكفيك ريحة السيارة والمكيف ما شاء الله علي ولا يعني مسكت يعني لا حر ولا يجيب ولا لا يعني ما يجيب غير المكيف السيارة الجديدة. يلا إن شاء الله تتهنى بسيارتك يا برزان وشاكرين لك تواصلك معنا ومداخلتك. عاد لا تنسيوا أغنية صدرك. لا إن شاء الله إن شاء الله بنحطها. ما هذا طلب خاص من أبو رزان وتحياتي لجلال. شكرا لك وصلت التحية من جلال لك. يوجه لك تحية. الظاهر أن أبو رزان حاول يقهرني يعني بالسيارة الجديدة. هي هذه هداة لأبو رزان شكلها. خلنا نروح لبعض التغريدات اللي وصلتنا على تويتر. يقول لك لا هذا قريناهم. نروح لي أصلا البنات ما يعالقها السيارات القديمة. أتصور الحين بنت تسوق جيتي ولا موستانج. أبو خالد القهوري أنا أتوقع إذا ساقت الموستانج على طول على شو اسمه بتشوح عليها. خلنا نروح لي الفترة الدينية مستمعي الكرام وراجع لكم إن شاء الله. لا تضيق انضقت الدنيا لا تضيق انضقت الدنيا لا تضيق انضقت الدنيا عليك لا تضيق انضقت الدنيا عليك خلي في صدرك مكان وعيش به طالع العشر الأصابع في يديك بين عشر صبع والأول شبه لا تضيق ضاقت الدنيا عليك خل في صدرك مكان وعيش به طالع العشر الأصابع في يديك بين عشر صبع والأول شبه لا تضيق ضاقت الدنيا عليك خل في صدرك مكان وعيش به كم مضايق يشبك لكن كم مضايق يشبك لكن كم مضايق يشبك لكن يجي كم مضايق حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها يحين الآن موعد أذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام نسابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلامه الوطن علينا يراهن بيدنا تطمن وامن لأننا نقضى وعينا ولأننا قوة يمينا الوطن علينا يراهن بيدنا تطمن وامن لأننا نبضى وعينا ولننا قوة يمينا وملنا غيره وماله غيرنا حياتنا غير لما تملأ بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام شباب شباب على الهوى شباب على الهوى على الهوى يا شباب شباب على الهوى على الهوى يا شباب وسوالفنا سوالف شبابية سوالف شبابية بخير تجمعنا بالحب نلقاكم سوالف شبابية سوالف شبابية بخير تجمعنا بالحب نلقاكم سوالف شبابية سوالف شبابية سوالف شبابية على وين على وين يا شباب شباب على الهوى شباب على الهوى كل ما يهمكم يا شباب في شباب على الهوى يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثانية وحتى الرابعة عصرا شباب شباب على الهوى على الهوى يا شباب ظهرنا اليوم بنخلص برنامج بنروح على الصناعية شوي ها ظاهر. في واحد من الشباب يريد يصلح سيارته معنا النصحة ونخبره ولكن ما يسمع الكلام حياكم الله مستمعين الكرام متواصلين معكم في آخر 20 دقيقة تقريبا من برنامجنا في موضوع حلقة اليوم
المفاضل ما بين السيارات الجديدة والسيارات المستعملة والتفاعل الشباب اليوم ما شاء الله يعني يحبكم حق السوالف مال السيايير وهالشغلات لأن موضوع حلو وموضوع مناسب للشباب كثير منهم وفي أسماء جديدة قاعد تشاركنا ما شاء الله على تويتر وفي واحد من الشباب اليوم ما شاء الله وهزاع الكلباني يوجه لك تحية يا مشاعل وإنك نجحت في الاختبار أكيد بنجح عقب ما عقيتوا عليه كل السوالف هو زين الاختبار ويقول عشان تعمل فائدة بعد الجميع شكرا لك يا هزاع على تفاعلك اليوم أيضا في تغريدة جميلة من فريد حمد يقول حماد أتوقع حماد يلا يا فريد إذا كنا غلطانين سامحنا يقول فريد البعض للأسف يشتروا سيارة بس للمظاهر ويشتروا سيارة ما عندهم بترولها لازم يكون عندنا ثقافة شراء ونعرف إيش نريد جميل يا فريد وكلامك صحيح الواحد لا يأخذ له سيارة مو قد حاله يعني إمكانياته بسيطة ويأخذ سيارة كبيرة وسيارة دفع رباعي حتى 8 سلندر وقلنا هالأمور ما تدوم يعني إلا هي قطعة حديدة في النهاية صحيح أهم شيء الإنسان أخلاقه كيف ما يكون حتى لو عسى راكب يعني سيارة مال يعني قديمة الظهر معك بالموضوع حسيتني علقت جلال مبرمج السلطنة اليوم متفاعل يقول نتمنى ان نشوف سيارات مضمن فيها تويتر والفيسبوك لا يا مبرمج يعني ما توصل لهذه المرحلة يعني إن اذا كان فيها تويتر وفيسبوك ما بتشوف سيارة تمشي على الشارع كلهم صافين انتو تليفونات ويلا لحق لا تلحق عليكم تخيل فيها سيارة شاشة وفيها تويتر خلاص هو ماشي يغرد على تويتر وعلى البرنامج يعني ضاعت الدنيا من لكم شكرا سلامة لك يا مبرمج اليوم متفاعل بشكل كبير مبرمج السلطنة هنروح لي أيضا رسائل أخرى وصلتنا تقول أحب سيارات البيكاب القديمة اي والله في كثير حتى اعتقد سلمان المقيمي بعد يحب سيارات البيكاب القديمة عندك سيارة صح؟ مساء النايترس احب سيارة جلال عن يزعل منا لحسين الدابي لا تزعل اعجب في الخيال محظوظ يا حسين على هذا الكلام اي راشد الكندي عبد الله راشد الكندي يقول جلال ذكرتني سيارتك بايام زمان لما كنا نشوف بومبو وتكون مريضه اشكركم على البرنامج الراجل عادي تذكر سياره بومبو من ما ذكر هذا زمان هذا البرنامج اللي تابعه كثير يعني ما شاء الله بومبو وما شاء الله عبد الله يتذكر الموضوع ها يتذكر الظاهر انه يتابعه بشكل كبير خلنا نروح مستمعين الكرام لفقره الزاويه 90 ومجموعه من الاخبار الرياضيه المحليه حياكم الله مستمعين الكرام خلونا نروح لمجموعة من الأخبار الرياضية المحلية ونبدأ مع أخبار منتخبنا الوطني لكرة اليد الذي تأهل إلى الدور الثاني من منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الآسيوية التي تقام فعالياتها في كوريا الجنوبية منتخبنا الوطني تغلب على المنتخب الصيني وعوض خسارته في المباراة الأولى وذلك بعدما تمكن من الفوز عليه مساء أمس بنتيجة 32-25 ضمن منافسات دور المجموعات وضمن التأهل إلى الدور الثاني بعد تغلبه على نظيره الإماراتي صباح اليوم بنتيجة 28-18 ودع منتخبنا الأولمبي لكرة القدم دورة الألعاب الأسيوية التي تقام بمدينة أنشون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 من شهر سبتمبر الجاري وحتى 4 من شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد خسارته من منتخب طاجيكستان بهدف دون رد في ثالث لقاء لمنتخبنا في دور المجموعات وفي المباراة التي أقيمت يوم أمس على أستاد أنشون لم تنجح طائرة منتخبنا للشباب في عبور البحرين في افتتاح منافسات البطولة الخليجية في نسختها 14 التي تقام بمملكة البحرين حتى 27 من الشهر الحالي وذلك بعد خسارة المنتخب بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء في نتيجة توقعها الجميع قبل انطلاق الحدث نظرا للإمكانية الجيدة التي يمتلكها المنتخب البحريني والمطعم في صفوفه بأبرز لاعبي الخليج لهذه الفئة
وعقد مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الرياضية اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية رئيس مجلس إدارة الصندوق، وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها التوصيات في محضر الاجتماع الرابع للجنة الاستثمار التي تتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بمشروع الهيكل التنظيمي للصندوق والتعديلات المقترحة على لوحة لوائحه الداخلية. حقق منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية باء الفوز في أولى لقاءاته ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام بمدينة أنشون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 من شهر سبتمبر وحتى 4 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك على بعد فوزه على منتخب الكويت بنتيجة شوطين مقابل لا شيء. تتواصل على ميدان الرماية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة منافسات بطولة شرطة عمان السلطانية للرماية المشتركة لعام 2014 بمشاركة 930 راميا وإداريا يمثلون مختلف تشكيلات الشرطة، وقد شهد أمس اختتام مسابقات الرماية بالمسدس على مستويات فرق الضباط والرتب الأخرى والشرطة النسائية، فقد جاء فريق قيادة شرطة المهام الخاصة في المركز الأول في مسابقة رماية المسدس على مستوى الضباط. حقق فريق عمان لسباقات السيارات أفضل مركز في تأهيلات سباقات الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة بلانك بان الأوروبية، عندما سجل الفريق ثامن أفضل توقيت في التأهيلات التي جرت على حلبة نورنبرغ الألمانية، ليكون الفريق في مركز الانطلاق الثامنة عند إقامة السباق النهائي على إحدى أفضل حلبات السباقات في ألمانيا وأوروبا. كذا كانت فقرتنا أو محطتنا لزاوية 90، ونذكر بسؤال فقرة علوين اللي يقول لماذا سميت ولاية نخل بهذا الاسم على 90130 مع الأسماء الثلاثية. في تغريدة على تويتر أنا توقعت تأيد رأي أنا توقعت أنه بيرسلت، والله توقعتها. يقول فريد دائما أقرأ اسمه الصحيح، فريد حمد مشاعر، لا ما راضي، لازم تقول حماد. كل يوم تقريبا مشاعر تقرأ تغريداته وآخرها تسميني حماد. اسم الرجال فريد حمد المحروقي، برنامجكم وانت تستاهل كل شكرا. شكرا لك يا فريد حمد المحروقي. فريد حمد، ها، عشان مرة ثانية نركز في الأسماء. خلنا نروح إذن موضوع حلقتنا لليوم في اتصالات جلال. وينك رايح البطمة؟ وينك 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 رايح الشرقية؟ وينك 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 رايح الداخلية؟ وينك 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 وينك؟ إن شاء الله اللي رايحين، ها، لكن لسه بعدني ما رايحين إن شاء الله، بنروح على آخر الأسبوع إن شاء الله. في إجازة نهاية الأسبوع. كيف يا جلال نروح لاتصالات؟ خلنا نروح ونستقبل مجموعة من الاتصالات ومجموعة من المتصلين ونقول مرحبا. لا ظاهر نزعل علينا، ها، يمكن خلينا ينتظر. جلال خلينا ينتظر كثير. نروح لمكالمة أخرى أو نروح لفقرة السفر. خلنا نسافر اليوم، ما أدري وين بنسافر. مجهزين تذاكر أهم شيء، وإن شاء الله الطيارة راح تكون جاهزة اليوم. بنغير شوي من السيارة، خلنا نروح للطائرة. فقرة سفر ووين مسافرين بعد الفاصل. يرجى الانتباه على الأحبة المسافرين على متن طائرة الشوق التوجه إلى بوابة المغادرة. يعني البعض اللي سمع الموسيقى يمكن عرف على وين بنسافر، يمكن حط تخمين يعني. خلونا اليوم مستمعين الكرام راح نروح لكوريا الجنوبية. جمهورية كوريا الجنوبية هي دولة تقع في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، يشتق اسم كوريا من مملكة كوريو السلالة التي حكمت فيها العصور الوسطى، يجاورها الصين من الغرب، اليابان من الشرق، كوريا الشمالية من الشمال، ومضيق كوريا من الجنوب. وتقع كوريا الجنوبية في المنطقة المعتدلة الشمالية ذات طبيعة جبلية في الغالب، وتعتبر من البلدان المتقدمة ذات مستوى معيشي عالي جدا،
فهي رابع أكبر اقتصاد في آسيا والخامس عشر كأكبر اقتصاد في العالم، ويقوم الاقتصاد على التصدير من الإنتاج المتمركز المرتكز عفواً على الإلكترونيات والسيارات والسفن والآلات والبتروكيماويات والروبوتات. وكوريا الجنوبية هي عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية. ويمكن تقسيم كوريا الجنوبية إلى 4 مناطق عامة: المنطقة الشرقية من سلاسل الجبال العالية والسهول الساحلية الضيقة، وكذلك المنطقة الغربية من سهول ساحلية واسعة وأحواض الأنهار والتلال، وجنوب غرب المنطقة من الجبال والوديان. وما في المنطقة الجنوبية الشرقية هناك حوض واسع من نهر ناكودونغ. كوريا الجنوبية تشارك ثقافتها التقليدية مع كوريا الشمالية، لكن الكوريتين قد وضعت أشكال معاصرة متميزة للثقافة منذ تم تقسيم شبه الجزيرة في عام 1945. بعدها تأثرت ثقافة كوريا بشدة من جراء ذلك من الصين المجاورة، ونجحت مع ذلك في تطوير هوية ثقافية فريدة من نوعها والتي تختلف عن جارتها الكبيرة. تتميز العمارة التقليدية الكورية بحالة وئام مع الطبيعة، حيث اعتمد المهندسين المعماريين القدماء على نظام القوس الذي أو التي تميز الأسقف المصنوعة من القش والأرضيات الساخنة، وعمل الناس من الطبقات العليا على بناء منازل أكبر مع أسقف القرميد منحني بشكل رائع. ويمكن رؤية الهندسة المعمارية التقليدية في القصور والمعابد والبيوت القديمة المحفوظة. وتم تصنيف الشركات الكورية الجنوبية سامسونج والجي على أنها الأكبر على مستوى العالم، حيث تحتل المراتب الأولى والثالثة في شركات الهاتف النقال في العالم على مدى الأعوام الماضية. ويقدر أن 90% من الكوريين الجنوبيين يمتلكون الهواتف المحمولة أمر أساسي في حياتهم. استضافت كوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية في عام 1986 في سيول و2002 في بوسان، وتستضيف البطولة حاليا في مدينة أنشيون. كما استضافت دورة ألعاب الجامعات الشتوية في عام 97 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 99. إذن بهذا وصلنا ل بعد ما وصلنا نرجع نهاية سفرتنا. بنرجع إن شاء الله نرجع للاستوديو. يلا نرجع بالله القبار انتي، ما حد يبيجي معاش دوم مش اللي مستعجله. الله يسامحك. شفت يا جلال، يعني واصلين كوريا وجالسين وكل حاجة، وهذا لا تريد ترجع. خلينا شوي جالسين، المستمعين قاعدين ينتظرونا، يعني ما يصير نخليهم. هم مستانسين بعد رايحين كوريا معانا. خلونا نروح لمجموعة من الرسائل النصية. ظاهر أن جلال سوى مشكلة اليوم بعد بالتصليم أو مع المستمعين. يقول لك يا جلال، حسين الندابي يقول لك نلتقي في ساحة 007. كيف؟ روح من اللي روح. مساء الطيب للجميع، دوسوا على خط الباطنة وتنعش أجواءكم. حليمة البلوشية، شكرا لك يا حليمة. هذا شوف داس جلال خلاص. في تغريدة أيضا على تويتر تقول لك يا جلال بس من هزاع الكلباني، يقول لك بس الداخلية والباطنة والظاهرة والشرقية. يقول لك جلال وينك وين باقي المحافظات؟ والواثق من نفسه يمشي مديرا ملكا يا خالتي، نمونا ملكا بو يكون عاد والله الكبار. الظاهر ان جلال اللي يمشي ملك. يلا يا جلال تساهل كل التحية. اذا موضوعنا مستمعين الكلام ما بين السيارة الجديدة وما بين السيارة المستعملة، و وصلتنا مجموعة من الرسائل للإجابة على الأسئلة أو سؤال اللي طرحناه اللي ونذكركم فيه. سؤال فقرة على وين يقول لماذا سميت ولاية نخل بهذا الاسم؟ على 90-130-90-130 ترسل الإجابات وليس على 90-456. شباب أبوي ردوا مكالمة تراها. عملنا المكالمة إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا. مرحبتين أخوي. يا مرحبا، الحمد لله طيبين. يسعد الله مسائك أخي خلفان وكذلك الأخت مشاعل والمخرج. معك سعيد خويتري. سعيد اليوم. لا هم ثبتين ثبتين على خلفان. ها ما بزعل خلفان صديقي وزميلي يعني. ما عليك، كلكم مكملين بعض. تشكر يا عزيزي، عرفنا عليك. والله طيبين الحمد لله. والله طيبين الحمد لله طيب. الله يخليك. كيف أمورك؟ من معي اليوم؟ معك وليد المعمري. حياك الله يا وليد. يعني كيف الأمور وليد؟ يعني بس اليوم اسمه وليد؟
يا سعيد. عفواً. لا لأن اليوم أنا هو قال لي خلفان أنا بيزعل هو. منورين يا شباب منورين. يا أصواتكم متشابهة أنت ولا أخ خلفان. يمكن لنا زميلي ها. إيه. اللي أمس كان في مقدمة الحلقة. مشاعل. خلفان خلفان العامري. حياك الله يا وليد كيف أحوالك؟ الحمد لله طفحت وشبرت وأنت طيبين. الحمد لله والله طيبين. وصلت البيت ولا بعدك؟ لا والله أنا كنت في البيت وطالع من البيت قبل شوية. يعني بالعكس أنت. أيوة الحمد لله. على وين ناوي؟ على وين ناوي إن شاء الله؟ لا تقول لا. لا رايح صناعة. ما في على بالي رايح صناعية. لا لا الحمد لله أنا بعيد على هذا. زين توصف لنا المكان اللي أنت فيه يا وليد. زين توصف لنا شوية المكان اللي أنت فيه. والله المكان هو المكان اللي فيه أنا فيه مجمعات تجارية محلات سيارة. كثيرة شوارع زحمة. لا لا شوف شوف الوصفة لأن الناس معظمهم نايمين هو الحين يقوم لصلاة العصر طبعا. أيوة صحيح. وعن استغليت الوقت يعني. هو موضوع عن كيف تصنع السيارة أو إنك كيف تختار السيارة وين تفضل يعني القديمة أو الجديدة. طبعا أنا أقول لك على حاجة الجديد يظل دائما جديد والناس صحيح. كلها تحب الجديد ولكن يختلف في حاجة هناك اللي هو ما يختلف إنه الجديد إنه يكون خلاص إنه جديد ما بتصون وما بتستخدم. لا في سيارة من معاك سنة بالكثير تحصلها إنها خلاص كأنها ماضى عليها قرن من العمر إذا كانت بدون صيانة عليها السنة. صحيح. هذا في هذا الحال إن لابد على حسب الاستخدام سيارة صونت تستخدمها زين بطريقة حلوة وجميلة والناس ما يستخدمها غيرك أكيد بتظل عندك سنوات عديدة. أنا صحيح. الحمد لله ما عندي سيارة جديدة أولا عندي سيارة يعني من المستعملة لكن هي في الألفية طبعا نظيفة الألفية ولكن الحمد لله أنا طبعي سيارة أصولها أول بأول وأحافظ عليها. وثاني حاجة الحمد لله أنه ما حد يستخدمها لأن كثر الاستخدام لأي جهة ثانية سبحان الله يعني تختلف ما راح يهتم فيها بشكل كبير ثاني غير ثالث غير يعني تختلف بالضبط. صحيح كلامك يعني, والحمد يعني هذا كلامك يعني أصولها مثل تقول أول بأول طلعت الحمد لله سعودية الدوحة دائما الإمارات كذلك أداوم عليها صلالة شهريا الحمد لله رب العالمين ما في يوم من الأيام تكيت منها أو أن وقفتنا على الشهر. يلا الله يعطيك خير ويكفيك شرها إن شاء الله. الله يحفظها لك يا وليد يعني. طبعا يعتمد على صيانة السيارة لا أكثر ولا أقل ولكن تطلع سيارة جديدة وما بتصونها ما بتصون منها بترجع نفس الحالة بسيطة وتنتهي. صحيح نفس الحالة هو قال يعني من إيد لإيد نفس الشيء. صحيح ما أكيد وطبعا هي معروفة السيارة الجديدة أكثر حاجة تسنيها النساء. انت معهم ها ما اريد توقف في الطريق او انه كذا او انه كذا النوع التخوف عنده شديد واي مشكله ولا حاجه الوكاله على طول السياره اكيد على طول الوكاله أيوة. خلاص الحين هي بتروح تطلع سياره من الوكاله وتطلع من السويد على طول يا رب قول يا رب يا رب خليني اروح ازيدها اي الباور عشان السياره نتمنى خلاص ترجع بعد نطلع حل قريب علمناها تو خلاص امور السياره يلا ربي يعطيك الصحة والعافية آمين إن شاء الله آمين يا وليد شكرا لك يا وليد تسلم على تواصلك وعلى تفاعلك والله يحفظك إن شاء الله أيضا في سعيد في بعض الأطفال بعض الأهل يعني هذا شفته يعني معانا في الأهل ما شاء الله عليهم تلقى الأهل الحين يعني يعرف يميز سيارات يعني حتى ممكن ما يعرف إيش نوعها أحب الطفولة يعني يقول مثلا هذه سيارة مثلا سعيد يشوف نفسها بالشارع بس ما شاء الله عليه حتى لو كان اللون مختلف تلقى عندهم حب ان يعني يحبون السيارات يحبون انواعها لا لا الموضوع يعني معك بنا قال خلاص غير السالفة لا والفترة الأخيرة ما شاء الله يعني السيارات المستعملة صارت كمصدر رزق لمجموعة من الناس شباب. ويجيبوا السيارات يتاجروا فيهم يبيعوهم وكذا يعني صار الموضوع تعدم مرحلة انك مجرد تقتني سيارة وخلاص يعني أيه. خلاص صار الموضوع كمصدر رزق والاشخاص اللي يستاهل اللي يشتغلوا في هذا الموضوع يعني صارت لهم خبرة كبيرة في اقتناء السيارات وبالتالي البعض صارت ثقة فيهم اكبر انك تاخذ سيارة من عندك بالضبط. اذن حتى طريقة العرض ايضا فيها السيارات كثير تشوف الحين يعني ما شاء الله يعني في كل اماكن كثيرة ويمكن حتى البعض احنا نتكلم يعرف هذا الاماكن تروح خط الباطنة تحصل كثير داخلية في كل مكان, في كل مكان وطريقة عرض يعني خلاص على الشارع الحين ما بس السيارات حتى الشاحنات صاروا يعرضونها وفي اذكر شفت كذا معرض كله باصات الحافلات هذا على اللي يريد يعني
يسوي كذا تجارة ويريد يسترزخ يروح لو ياخذ باص، وانا اقترح على قلال انه يغير سيارته هذه وياخذ الباص. اذن خلونا نروح لفقرة اخرى من برنامجنا وفقرة اخترنا لكم واخر فقرات برنامجنا. أفضل وأقصر طريق يكفي لك أن تعيش في هذه الدنيا موفور الكرامة هو أن يكون ما تبطنه في نفسك الذي يظهر أمام الناس. أرسطو. إذا أردت اختبار وفاء رجل فانظر إلى حنينه لأوطانه وتشوقه لإخوانه. الأصمعي. أول الحكمة أن نعرف الحق وآخر الحكمة أن لا نعرف الخوف. غاندي. إن سر الإحساس بالشقاء هو أن يكون عندك وقت فراغ تتساءل فيه عما إذا كنت سعيدا أم لا. جورج برنارد شو. لا تنم بينما غيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي صمت. جورج واشنطن. إذا افتخر الناس بحسن كلامهم افتخر بحسن صمتك. لقمان الحكيم. لا تخجل من السؤال عن شيء تجهله، فخير لك أن تكون جاهلا مرة من أن تظل على جهلك طول العمر. يوسف سباعي. فكر فيما سوف يكون عليه شعورك في الغد، فالأمس مضى واليوم يوشك على الانتهاء. بلزاك. إن الطبيعة تلطف بنا لأنها جعلتنا نعثر على المعرفة حيثما أردنا وجوهنا في العالم. دافنشي. إذا أنت أسديت جميلا إلى إنسان فحذار أن تذكره، وإذا أسدى وإن أسدى إنسان إليك جميلا فحذار أن تنساه. ابن المقفع. عندما أقرأ كتابا للمرة الأولى فذلك بالنسبة لي كسب صديق جديد، وعندما أقرأ مجددا كتابا سبق لي وقرأته فذلك يشبه لقائي صديق قديم. أوليف. من قال إنه وصل فهو ما زال في أول الطريق. مثل الماني. وإحنا ظهرنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجنا شباب على الهواء. بس قبل ما نختم لازم نقرأ تغريدة فريد. آخر تغريدة من فريد وأيضا حمد. من هزاع. فريد، نتمنى له برنامجكم مدته 20 ساعة، شكرا لأنكم تسعدونا. شكرا لك يا فريد. شكرا لك. وآخر تغريدة، اللي جاوب على سؤال البرنامج اليوم بيفوز بسيارة ويقال إنها سيارة جلال وبناخذ فيها رحلة إلى نخلة. يلا يا جلال جهز السيارة. إذن نذكر بسؤال فقرة على وين اللي يقول لماذا سميت ولاية نخل بهذا الاسم مع الأسماء الثلاثية على 90130. لماذا سميت ولاية نخل بهذا الاسم؟ وإحنا بهذا وصلنا مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجنا شباب على الهوى، وإن شاء الله بكرة من نفس الموعد من الثانية وحتى الرابعة مشاعل وخلفان إن شاء الله بكرة، ونلتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء. كان معكم في الإعداد سعيد بن محمد الخروصي، معكم في التقديم مشاعل بن سعيد القاسمية وسعيد بن محمد الخروصي، كان معكم أخوكم في التنسيق سيف بن سعيد الهلالي، وما ننسى أخوكم المخرج جلال بن ربيع راعي السيارة لتليك آيل جلال بن ربيع الخويطري. شكرا لكم. شكرا لكم. نعم انت جارة ذكية على أمك.